أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من البرنامج. من بين الملفات الشائكة التي وجب علينا فتحها والتركيز عليها هو ملف الصحة في بلادنا، لأنه ملف يعنينا جميعا وبشكل مباشر، ونحن نمر بأزمة يمر بها كل العالم بسبب وباء كورونا وما ترتب عنه من نتائج على كل المستويات. في هذا الظرف نلتفت إلى مرضى السرطان في الجزائر لنتحدث عن وضعهم من حيث العلاج، من حيث التكفل الصحي بهم، نتحدث عن المشاكل، نتحدث عن النقائص، عن الإنجازات إن وجدت، وأخيراً نتحدث عن الاقتراحات والحلول لكل هذه الملفات والمشاكل المطروحة. لمناقشة هذا الموضوع الحساس أرحب بضيوفي الكرام. أبدأ بالبروفيسور بوزيد كمال، رئيس مصلحة الأمراض السرطانية بمركز مكافحة السرطان بيير ماري كوري. أهلاً وسهلاً بك بروفيسور. أرحب أيضاً بالسيدة حميدة كتاب، رئيسة جمعية أمل لمرضى السرطان. أهلاً وسهلاً بك. أهلاً سيدة حميدة. وأخيراً أرحب بالبروفيسور صايب طارق، متخصص في الجراحة العامة والسرطانية. أهلاً وسهلاً بك بروفيسور طارق. شكراً. أهلاً وسهلاً. إذن مشاهدينا الكرام، أبدأ النقاش مع البروفيسور بوزيد كمال. بروفيسور بوزيد كمال تقريبا 27 سنة على رأس هذه المصلحة. أنا نعتبرك العلبة السوداء لملف مكافحة السرطان في الجزائر، أكيد لديك من المعلومات والمعطيات الكثير حول هذا الملف. في البداية وقبل أن نغوص في الكثير من الأمور، وش رأيك تعطينا لمحة عن بعض الأرقام، بعض الإحصائيات، بعض المعطيات الجديدة فيما يتعلق في هذا بهذا المرض مؤخرا؟ في 2018 كانت عدد الحالات الجدد تاع السرطان تقريبا 50,000، رانا درك في 2021 عدد السرطانات الجدد تقريبا 55,000 حالة جدد خلال عام؟ في عام واحد، في عام واحد اللي هو 2021. 55,000 حالة جديدة، تقريبا 55,000 حالة اللي تبدل عند النساء. السرطان الاول قعد سرطان الثدي، من السرطان الثاني ولا سرطان الكولون المستقيم الكولون ريكتوم. عند الرجال السرطان الاول ولا منذ 2015 سرطان الكولون والمستقيم، هذه حاله تبدلت. والسرطان الثاني عند الرجال هو سرطان الرئه، من بعد سرطان البروستات والجهاز البولي. عند الاطفال دركا عندنا تقريبا تحت 16 سنه كاين تقريبا 2000 حاله جدد عند الاولاد، ما بينهم نقولي 60% سرطان الدم، سرطان لوكيميا مالادي دوتشكين فوم، و تقريبا 30% سرطان تاع المخ تيومور سيريبرال، هذه عند الاولاد. اللي تبدلت هذه المشكل تاع الكولون والمستقيم اللي ولا اول سرطان في الجزائر عند الرجال والثاني عند النساء، اللي اثر عليه كي بدلنا الماكله تاعنا. كانت الماكله تاعنا من نوع ميديتراني فيهم لي سيريال لي فري لي ليغوم ليل دوليف اكسترا، ولينا ناكلوا بزاف اللحم بارتيكولي لي فياند روج. والمنظمة العالمية للصحة تقول باللي اللحم منذ 2014 اللحم هو أن أجون كونسيغيجين لا فياند روج. سي بور سا كاين لازم نقولوا للمواطنين تاعنا باللي ياكل اللحم ماهيش حاجة مليحة. الحاجة الثانية دوك نهضروا عليها سيغتانمون هو التشخيص المبكر، لو ديبيستاج دو كونسير دو كولون اي دو ريكتوم.
درنا تجربة في بجاية منذ 2016، التجربة هذه ناجحة. غدوة عندنا اجتماع مع الأستاذ زيتوني، هو الكوردوناتور تاع البلان كونسير، باش نعاودو نديروها للديبيستاج، ماشي غير في بجاية، نديروها الله أعلم في بسكرة، في لغوات، وبالك من 2025 نديروها في كل القطر الوطني. كاين ثاني لو ديبيستاج، يعني قلت لك السرطان الثدي هو الاول عند النساء الجزائريات، ودرنا ديبيستاج في ولايه بسكرة منذ 2013 مع لاسوسياسيون الامل. مدام كتاب تنجم تقول لنا هاد ديبيستاج تاع سرطان الثدي وين الحق في بسكرة، كيفاه كان ناجح، والامال باش نديروه في كل قطر الوطني. نعم، خاطر كي نديرو تشخيص مبكر، الدواء تاع مريضة اللي عندها سرطان الثدي تبرى تماما غير بالجراحة، ما كان لا الشيميوثيرابي، ما كان لا الراديوثيرابي. نعم، يعني لما يكون كشف مبكر العلاج لما يكون في وقته، يكون التكفل لما يكون في وقتها، يكون نتائج مليحة. الجراحة تاع سرطان الثدي تتخدم في كل قطر وطني، البروفيسور صايب دوك يهضر عليها ثاني، وما تستكلفش بزاف، بالنسبة للسرطان هي الحكومة اللي تاخذ بكل. الجراحة وحدها تقريب 300,000 دينار، 30 مليون سنتيم. كي نستعملوا الأدوية ولا راديوثيرابي يطلع ما بين مريضة واحدة بين 500 مليون سنتيم ومليار سنتيم جزائري. نعم، وكاين غير مريضة في ربعة اللي تنجح بالشيميوثيرابي راديوثيرابي. نعم، بالجراحة كاين 97% تاع يبراو بكل غير بالجراحة. لما يكون الكشف المبكر ولما يكون التكفل المبكر، عطتنا يعني لمحة بسيطة على يعني وضع هذا المرض يعني في السنة الأخيرة هذه. حبيت نزيد حاجة، اسمحي لي. تفضل. هذه الوباء تاع الكوفيد أثر بزاف على السرطان، ماشي غير في الجزائر، في العالم كل. صح. أثر بالتشخيص المبكر قريب حبس في العالم كل، واللي ديري يعني باش يلحقوا المرضى لا شيروجي في ألمانيا، في الولايات المتحدة، فرنسا، ما بين 4 و6 أشهر. دونك هذا الوباء هذا تاع الكوفيد أثر نيجاتيفمون على المرضى اللي عندهم سرطان. نعم، في الجزائر وفي العالم كله. نعم، أكيد. نواصلوا يعني رصد الوضع. بروفيسور صايب طارق من بين أبرز الجراحين اللي يعني يعمل عمليات جراحية عديدة فيما يتعلق بمرض السرطان وأمراض أخرى، وأكيد عندك واش تقول لنا بروفيسور صايب، يعني معطيات جديدة من خلال العمليات اللي راك تقوم بها. شكرا. على كل حال نواصل مع واش قال بروفيسور بوزيد عن سرطان الثدي، اللي العمليات الجراحية المتعلقة بسرطان الثدي في هذه السنوات الأخيرة تطورت بزاف، حتى ولينا نتكلموا بتخصص بسرطان الثدي. ما بين التخصصات في الجراحة السرطانية، سرطان الثدي عنده تخصص وحده. كنا نحيو الثدي بأكمله، الآن رانا نحيو غير قطعة، لا شيروجي كونسيرفاتريس، الجراحة جهوية موضعية، وجات ثاني لا شيميوثيرابي، التداوي بالكيمياء والتداوي بالأشعة باش ترد النتائج تاع الجراحة، تردهم أحسن ما يرام. انت من خلال العمليات الجراحيه اللي تقوم بها، ويعني تقريبا باستمرار، يعني ما تتوقفش عن العمليات الجراحيه الخاصه بمرضى السرطان وبامراض اخرى بطبيعه الحال، وش هو المرض الاكثر، يعني نوع من السرطان الاكثر اللي راه منتشر؟
نوع السرطان المنتشر هو سرطان الكولون وسرطان المستقيم عند الرجال، وعند النساء الأول هو سرطان الثدي. دونك هذو تتواسى بصفة عادية في الجزائر، وبعد مر نتائج تاع التشريح الباطني نقروا اسكو المريض يروح يدير تداوي بالكيمياء ولا في سرطان المستقيم تداوي بالأشعة. نعم، ننتقل إلى السيدة حميدة كتاب رئيسة جمعية أمل لمرضى السرطان. رصدنا الآن وضع المرض، انتشاره وبعض الأرقام اللي عطاهم البروفيسور بوزيد. أنت مؤخرا درتي ندوة ولا محاضرة وين جمعتي 12 جمعية لمكافحة السرطان، يعني تمثل 12 ولاية في الجزائر، ولكنك وصفتي بالأمر والوضع بالكارثة بهذه الكلمة، قلتي كارثة ودقيتي ناقوس الخطر، وأنا حبيت الآن نعرف لماذا قلتي كارثة وأنت أدرى بهذا الموضوع، تفضلي. إذا نعم سيدتي، كنت يعني كنا نظمنا ندوة صحفية، يعني كنا نشطناها نحن جمعيات يعني لتحالف وطني لجمعيات المرضى المصابين بداء السرطان، نمثلوا 12 جمعية 12 ولاية، يوجد عدة ولايات يعني ما كانش عندها الحظ أنها تكون حاضرة معنا في اللقاء، ولكن يعني كان لقاء، كانت ندوة صحفية من أجل دق ناقوس الخطر، من أجل توجيه صرخة للمرضى المصابين بداء السرطان إلى رئيس الجمهورية، من أجل يعني تحسين التكفل بهم، لأنه اليوم حقيقة نتكلموا على واقع ربما أرقام، نقولوا أنه الجراحة تطورنا في الجراحة، تطورنا في كيفية العلاج، تطورنا في أمور كثيرة، ولكن للأسف يعني الواقع تتكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان خاصة حاليا هو كارثي يعني بمعنى الكلمة، لأنه المريض المصاب بداء السرطان سواء كانوا الأطفال خاصة، كانوا نساء المصابات بسرطان الثدي أو بسرطانات أخرى، رجال كذلك، يعني يعانون يعني الأمور الكثيرة من أجل الحصول على علاج، لا سيما العلاج بالأشعة ولا راديوثيرابي الذي يعتبر النقطة السوداء في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان. لازم نعلم أن التكفل بالمريض المصاب بالسرطان هو عبارة عن سلسلة تحوي عدة حلقات، وغياب أي حلقة يعني أن سلسلة التكفل غير كاملة. يعني نشوفوا مثلا ربما البروفيسور بوزيد البروفيسور سايب تكلموا على سرطان الثدي في الجزائر، شيء جميل، قلنا أنه اليوم خطونا خطوات عملاقة في هذا المجال، اليوم المرأة الجزائرية بلغت درجة كبيرة من الوعي، هذا شيء جميل جدا. حقيقة في السنوات الماضية كنا ربما في 2000 في 2000 مثلا في 2007 2010 كنا نتكلموا عن فقط 7000 حالة جديدة، وكانت معظم الحالات تصل إلى مراكز العلاج في مراحل متقدمة جدا، يعني تقريبا يعني الكل كنا يخضعنا إلى الاستئصال الكلي للثدي، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، يعني علاجات ثقيلة جدا، وفي الأخير كنا نفقد يعني ثلاث مريضات على 4. ولكن اليوم شيء جميل أنه أصبحنا حقيقة نتكلم على 14000 حالة جديدة، حتى وأنه هذا الرقم ارتفع جدا، ولكن فيه قراءة إيجابية، يعني يوجد نساء الآن أصبحنا يكشفنا على يعني على الثدي تاعها وتروح يعني من أجل الكشف المبكر، لذلك ارتفع العدد. ومعظم الحالات مثلا في المركز بيير ماري كوري أزيد من 65% من الحالات التي تصل إلى هذا المركز الوطني يعني في حالة مبكرة، يعني وين يكون سرطان أقل من 2 سنتيمتر. كان يعني يقول البروفيسور تكلم على الجراحة التحفظية أو التريتمون كونسيرفاتور، معناتها وين المرأة تقدر تحافظ على الثدي تاعها ونديروا فقط استئصال الورم، ولكن هذه العلاجات يعني لازم لها علاجات تكميلية في أغلب الأحيان، العلاج الإشعاعي في هذه الحالات، ولكن للأسف عدم يعني تمكن المرأة من الحصول على يعني موعد للعلاج الكيميائي الإشعاعي مباشرة بعد الجراحة، بعد الجراحة التحفظية أصبح الجراح يضطر إلى أنه يدير الاستئصال الكلي للثدي، لأنه المرأة ما عندهاش يعني ما عندهاش حظ، لا ما عندهاش الإمكانية أنها تتحصل على علاج. لماذا؟ لأنه المراكز الآن يعني كاين بعض المراكز اللي راهي حبسة يعني ما هيش تمشي، كاين بعض المراكز وين كاين عدد كبير من المرضى، مثلا نشوفوا المركز بيير وماري كوري، يعني لازم المرأة، نقولش المرأة، المريض المصاب بداء السرطان، مثلا نقول لك على البروستات باش ما نتكلموش فقط على السن، على الثدي، المريض المصاب بالبروستات الآن في المركز بيير وماري كوري المواعيد راهي واصلة إلى مارس 2022. يعني هل هذا يعني يصدق أننا نعطي موعد في 2022 مارس 2020 لمريض مصاب بالسرطان؟ لماذا؟ والكل يعلم نقص الأجهزة، نقص الأجهزة ما كانش ما كانش أجهزة، قضية أجهزة. أو احنا لما تكلمنا وفي الندوة
تكلمنا شخصنا المشكل. لم يعد اليوم في 2021 لم يعد المشكل مشكل إمكانيات، لم يعد مشكل مشكل أطباء المختصين، اليوم أصبح مشكل سوء تسيير. سوء تسيير يعني كبير جدا. نشوف أنه مثلا يعني باش نفهم المشاهدين أنه اليوم رانا نتكلموا على سوء تسيير دائما في نفس المشكل، يعني العلاج بالأشعة على راديوثيرابي في 2012 الجزائر كانت عندها 7 مسرعات، 7 أكسيليراتور، 7 مسرعات للعلاج بالأشعة على المستوى الوطني. يعني وكان يعني الانتظار، يعني المريض ينتظر بين 8 أشهر إلى سنة من أجل الحصول على موعد. اليوم في 2021 عندنا 50 مسرع للعلاج الأشعة، يعني 50 أكسيليراتور اللي راهم متواجدين على التراب الوطني، 42 في الـ في الـ يعني عند الـ في الـ المستشفيات العمومية و8 يعني في المستشفيات الخاصة. 50 مسرع، 50 أكسيليراتور، والمواعيد الانتظار رانا ننتظروا يعني 8 أشهر السنة. يعني نشوفوا المشكل وراه يكمن. دوك نرجع لك المشكل، ربما يجاوبنا عليها دكتور بوزيد، عنده ربما يعني عنده واش يقول في هذا الموضوع. تفضل بروفيسور. لا، سوء تسيير كما قالت مدام كيطاب، قلت لك كاين 42 في القطاع العام العمومي العام سيكتور بوبليك، و8 في القطاع الخاص. في القطاع العمومي دائما حابسين ما يعدوهمش، في القطاع الخاص يحبس نهار واحد ما المشكل. ناخذ لك مثال درع مخده، مركز جديد اللي دشنو وزير الصحه عنده 4 أشهر. شكون اللي يمد الموعد؟ المدير تاع المركز، وقرر قال لك هنا في درع مخده ما يداويو غير صحاب تيزي وزو وبويره، هكا جاتو في راسو. كي تمدي تسير العباد كيما هادو واش تسناي؟ المشكل تاع دواب الاشاعه مشكل تاع الاطباء الاختصاصيين، ماشي مشكل تاع واحد بيروقراطي. غدوه انا في السي بي ام سي المدير ما يدخلش روحو من وين، غدوه يقول لي ما تخرجش المريض تاع تيجي وزو تاع الصيف، نقول له وانا على بالك انت بالانديكاسيون ولا حاجه. هاو سو تسير وفهميني كيفاه. في القطاع الخاص تروحي داير تسلكيهم شكارة زبل معمرة الدراهم، شكارة كحلة مغطيه بجرنان باش ما تبانش، وغدوه تروحي ما نملكش المراكز الخاصه نعرفهم الكل، غدوه تروحي تبدا الاشعه تاعك، هاتي برك شكاره تاع الزبل، ما يقول لك وين زدتي، ما يقول لك وين تسكني، ما والو، هاتي برك الدراهم. طيب ولماذا في الخاص هذه المسرعات يعني ولا مره توقفت ولما تتوقف يعني نهار من بعد تصلح ويعني سؤال مطروح. ولماذا في المستشفيات؟ سؤال مطروح. مثلا انت في مستشفى بيير ماري كوري عندنا وين رايكم المشكل؟ عندنا المواعيد في 2022 في افريل 2022 افريل بور لا بروستاتوي باسكو يا تو لي مالاد اريفو سي بي ام سي و بليدا سي لا ميم شوز في القطاع العمومي. شحال كاين من جهاز؟ نعم شحال كاين من جهاز مسرع؟ سي بي ام سي كاين 3 وفي بليدا كاين 2 وخلا ولا 3 بليدا في القطاع العمومي. Un accélérateur, c'est à peu près 150 malades par jour. Et au CPMC, actuellement, on est largement débordé. Quand on a un maraquis, on a Adrar, il y a des gens qui ont été en train de se faire Pierre Marie Curie. On a dit qu'il n'y a pas de petits yeux, il n'y a pas de petits. اللي عندهم السرطان. هذا شيء خطير هذا الامر. بيان سور خطير. خطير هذا الامر. هذه هي ارتين تاع لونيتي ناسيونال. في اضرار عندهم اكسيليراتور واحد يمشي سي سون. عندهم 3. عندهم 3، واحد ويمشي. زوج مغطيين. والثالث راهو حابس ثاني. واش مغطي ما يحبس. الثالث راه حابس. يعني زوج جدد ما مشيش ثاني. زوج جدد في الكرتونه تاعهم. اه. واحد كان يمشي يحبس. فوالا، صافي دوكا 6 شهور. 6 شهور وهو حابس. صافي 6 mois. اه. هذا في القطاع العمومي. في القطاع الخاص وعلاش خطر القطاع الخاص لو كان ما يخدمش كاين تسيير بيشير. تسيير بيشير. بروفيسور هل يعقل هذا الحديث يعني انت حسب برايك يعني هل يعقل مثل هذه التصرفات او مثل هذه الطرق تاع التسيير في يعني معناتها التكفل بالمرضى السرطان؟ إيه للاسف هذه حقيقه، هذه حقيقه بدون لغه الخشب انا عشتها، كنت رئيس مصلحه تاع الجراحه السرطانيه بولايه سطيف
رئيس مصلحة، رحت باش ندير الماسون في الجزائر في الأنباء المصورة. الجزائر راهي خير من الماريكان. كي لحقت لتما عشيت ندير لاكليماتيزاسيون، عشيت ندير الصبيغة، عشيت ندير لو تيست ديتونشيتي، وكنت ندير عمليات 50 كيلومتر على السطيف. ريحت عامين باش دشنت بصفة غير قانونية مصلحة الجراحة، الجراحة السرطانية. دشنا بيسك لوبيتال ينتمي إلى حد اليوم، ليومنا هذا ينتمي إلى الولاية، مازال لي نابا ايتي ريسبسيوني 2013. سا سي غراف، واش من السبة، علامة استفهام. دشنا واحد 15 سرير، والمصلحة فيها 15. إلى يومنا هذا راهو يدهور. يجيو المسيرين باش نديروا له، وليو نطرحوا المشاكل الملموسة باش نعطيو حلول، لي سوليسيون ابروبريي. مازالنا كل شيء يمشي في حاله، وشكون اللي يخلصها؟ يخلصها المريض. كيفاش كنت تتعامل مع يعني معاناة المرضى؟ أنا في وسط هذيك الظروف اللي كنت تصير. نديروا مجهود خاص. عندنا فريق طبي تاع الجراحين، تاع الاخصائيين في الانعاش والتخدير. درنا مام شغل ان فولونتاريا، وين فتحنا قسم العمليات الجراحيه في اسبوع. فتحناها من 7 تاع الصباح ل 9 ل 10 تاع الليل، وزدنا جبنا دي انستيزيست من الجوار، من لي زو بي اش باش يعاونونا باش نزيدوا في الخدمه. مي هذا حل ما يدومش، ما يقدرش يدوم الحل. هذه مبادره شخصيه انتم قلتوا بها؟ مبادره شخصيه. كل واش ما قال لك بروفيسور سعيد؟ انا عشت معاه المشكل تاع الصيف. يروح الصيف يمشي منا على 3 تاع الصباح، يلحق على 7 ولا 8 على الصيف، يخدم وعلى 5 يعاود يجي للجزائر كل يوم. لماذا؟ خاطر المدير قال له ما سكنكش. المشكل هذا المركز تاع دار مع خده، داروا دي لوجمون كيما في باتنا كيما في الطبه. بعت انا كونت اكثر من 1000 اونكولوج ميديكو. البارح ولا البارح بعت واحد، قلت له روح لعب الخده، وقالوا في التلفزيون راح. المدير ما استقبلوش، وقالوا له ما كانش سكنا، كل يوم دير زاير تيزي وزو او كاين تران تيرور. الوغ هادي سو تسير تاع البيروقراطيين، هما سكنوا المدير والايكونوم. ايه سي دي لوجمون فونكسيون. والطبيب اللي هو يعالج، الطبيب اللي هو رايح جاي. عندي واحده اخرى كانت تخدم في راعي مخده، داروا اكسيدون هي وصاحبتها. صاحبتها تكسرت طاي في السبيطار، وهي قالت لي نولي الجزائر ما نجمش كل يوم نروح لتيزي وزو. هذه تيزي وزو. الوغ هو الصيف يقول له راح الصباح ولا العشيه. وهذا الشيء اللي خلاه يتخلى على بكل تاكيد. كيما تحبي انت، ولا يكذب يدير النفاق تاع الاخرين يروحوا خطره بالجمعه ويسلكوا شهر كامل. دونك عشت معاه المشكل هذا. كاين كذلك يعني بالرغم من انه يعني بروفيسور صايب من بين ابرز الجراحين في الجزائر، كان تكون في باب الواد. وكي داروا الكونكور في 2014 قلت له روح الصيف سبيطار جديد مركز السرطان قعدت عامين سنين تعاونوا باش يروح. واش كان ينجم يدير؟ يدير كيما الجمعه الاخرين، يروح خطره بالجمعه يسلك، والطبه الاخرين ثاني كيف كيف يسلك، ومن بعد يجي هنا للجزائر يخدم في البريفي. هو ماهوش كذاب، دونك خرج من السبيطار، باسكو في السبيطار هذه هي الحكايه. والان متواجد في القطاع الخاص. المهم احنا يعني الجزائريين والمرضى يستفادوا منك، ولكن يعني خساره للقطاع العام. طبعا كاين نقطتين كذلك. كاين هضره كبيره على القطاع الخاص، انا ما نهضرش عليه باسكو مانيش في القطاع الخاص. كاين هضره كبيره. صحيح صحيح. وكاين ثاني الضمان الاجتماعي. هذا الموضوع راح ينطلقوا ليه، انا راه مبرمج لانه مهم جدا. الضمان الاجتماعي شفنا عندها شهر ولا شهر ونص
بعثوا مريض للخارج، قال لك وزيرة سي باكو وزير وزير، قالوا يبعثوه للخارج يسلكوا لي كلينيك تاع فرنسا حاشاك وتاع لا بلجيك، وهنا ما يسلكوش لي كاس لي كلينيك بريفي. راح يفهمي صحيح صحيح، مشكل كبير، راح نزيدوا نتعمقوا فيه مع سيدة حميدة. سيدة حميدة عندك إضافة دائما، وحنا نتكلموا على سوء التسيير وهذا عدم نظام، يعني في طريقة التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان، كاين نقطتين مهمتين كذلك يعني كثير. الأولى هو يعني حقيقة مازلنا بسياسة البريكولاج اللي كانت للأسف تطبق في السنوات الماضية، يعني مازال معناتها نديروا ذر يعني الغبار على العيون، يعني نشوفوا وكأننا نبنيوا مراكز. اليوم رانا الحمد لله كنا نتكلموا فقط على 3 مراكز لمكافحة السرطان، اليوم الجزائر هي تسخر ب 14 مركز مكافحة السرطان راهو موجود عبر التراب الوطني، ولكن هل حقيقة هذه المراكز لمكافحة السرطان راهي تحوي على كل يعني الأقسام اللازمة؟ هل فيها أدوية؟ الأقسام أولا الأقسام، مثلا لما تكلم بروفيسور بوزيد على مركز أضرار يعني مركز الجنوب الكبير، هذا مهم جدا ومكسب كبير للجنوب الكبير، يعني يداوي ليس فقط يعني المرضى تاع الأضرار، ولكن كل الولايات اللي موجوده. صحيح. يعني محاديه لهذيك يعني تاع الجنوب الكبير. ولكن نشوفوا انه المركز الى يومنا هذا بالرغم انه بدا يعمل في 2018، الى يومنا هذا المركز ما فيهش قسم الجراحه يعني لا شيروجي، ما فيهش قسم التشريح الباطني يعني لا نابات، ما فيهش قسم تاع لا نابات، ما فيهش قسم تاع الاشعه. اسكو يعني بالرغم من انه الاطباء موجودين، نقول لك سيدتي انه المريض المصاب بالسرطان متواجد في المركز في المركز مكافحه السرطان تاع اضرار، يديروا له ايفاكواسيون بلومبولانس. علاش؟ باش يديروا له تيليتوراكس، باش يديروا له يعني شعاع يعني فريمون عادي بازيك، ما كانش اقل شيء يعني هذا التيليتوراكس يديوه ايفاكواسيون باش يدير. على بالك لوين يتنقل باش يدير الماموغرافي ولا باه يدير اون ايغام؟ المريض اللي يكون في اضرار اقرب محطه اللي يروح ليها هي ولايه غردايا، كي نقول اقرب محطه اللي تبعد 850 كيلومتر على ولايه اضرار، يعني معاناه كبيره جدا. يعني هيكل راجع هيكل مجسمات رائعه لما نشوفوها، ولكن خاويه على عروشها. نشوفوا النقطه الثانيه وهي دائما في نفس السياق، هي طريقه التقسيم ولا يعني لا ريبارتيسيون تاع الاطباء المختصين. نشوفوا طريقه عشوائيه، نشوفوا انه بعض المختصين يبعثوهم الى بعض المراكز وين هذاك التخصص غير موجود، وين يوجد هذاك التخصص وكاين حاجه الى هذوك الاطباء المختصين نشوفوا انه ما كانش الاطباء. نشوفوا مثلا في اضرار هذه السنه يعني هذا الشهر يعني تم ارسال 4 اطباء مختصين في التشريح الباطني في لاناباط، دي باثولوجيست 4 بعثوهم الاضرار. اضرار ما عندوش قسم، ما عندوش ان سيرفيس لاناباط، ما عندوش حتى ميكروسكوب سور بلاص. الاطباء تما 4 باثولوجيست، 4 اطباء مختصين، واش راهم يديروا الاطباء تما؟ ونشوفوا في جهات واحد اخرين محتاجينهم يبعثوهم. يمضيوا لو بي في هذاك ويروحوا لدارهم ويسلكوا. هذه عندها 25 سنه وهي تصرى، هذا زعما سيرفيس سيفيل كيف يقولوا بالعربيه؟ الخدمه المدنيه صح؟ زعما سيرفيس سيفيل باش نحلوا المشكل تاع الجنوب وتاع لو بلاطو، ما حل والو. علمنا الاطباء ما يتعلموا باش ما يخدموش ويسلكوا. هذا في كل القطر الوطني، حتى الاطباء المتخصصين في الغاديوثيرابي موجودين تما، شحال من طبيب لانه في اضرار اليوم خاطش بزاف نقولوا مثلا اضرار على واش يمشي، يبداو نشوفوا يعني المسؤولين باش تشوفي يعني سوء التسيير يبداو يتحججوا يقول لك عندنا نقص في الاطباء المختصين. ما كانش منها في اضرار مثلا اليوم 3 اكسيليراتور 3 مسرعات حابسين، ما كان اي عمل صافي 6 شهور عندنا 12 طبيب مختص في الاشعه، 12 طبيب 12 غاديو ثيرابي وزوج مسرعات فيزيسيان وزوج مسرعات حابسين، ثلاثة مسرعات حابسين يعني جدد مازال ما استعملوهمش، ما استعملوش، والثالث خدم شوية وحبس وماشي اون بان. ما كانش مرضى كاين مرضى مساكن. كيفاش ما يداوش؟ مشكل صيانة، سي ان بروبليم دو مينتونونس، مشكل في تعاقد في الصيانة. راهو اليوم في هذه اللحظات المشكله راه موجود اونيفو يعني على مستوى وزاره الصحه، ما تمش امضاء يعني ما تمش تفاوض على التفاهم والامضاء على العقد هذا تاع الصيانه. احنا ما يهمنيش انا كممثله تاع مرضى السرطان، انا اللي يهمني انه اضرار راهو حابس، المرضى ما مشي يلقاو وين يواسيو، مشكل اداري بحت
يعني راجع الى سوء تسيير اللي راه المرضى اللي راهم باش هم يخلصوا المرضى راهم يخلصوا بانفسهم بارواحهم. يعني ماشي ربما شوف كاين امور كثيره كاين ديباسمون كثار لهم يصراو ربما في عده وزارات في عده قطاعات، ولكن راح نشوفوهم في المدى المتوسط والمدى البعيد متى ربما في التربيه ربما في امور كثيره ربما، ولكن في الصحه رانا نشوفوها مباشره لاننا راه نخلصوا بارواحنا. المريض راه يخلص بالنفس تاعو مباشر اليوم مثلا وحنا نتكلموا على سوء التسيير اطفالهم يموتوا كل يوم اطفال يموتوا علاش نقص الادويه غياب بعض الادويه الخاصه في علاج سرطانات الاطفال مثل الميثوتريكزات لاسيد فولينيك وانا البروفيسور بوزيد يعني يزيد يتكلم على هذا الامر. يعني هاد الادويه وشنو ماشي زعما رانا نتكلموا كنا نتكلموا مع الاول نحوسوا على الادويه تاع العلاجات العلاج المناعي يعني الميثوثيرابي ولا بعض العلاجات الاخيره المصوبه اللي راهي كاينه ولا كنا نتكلموا على دوك بعيد الشر ماناش نتكلموا من على هادو رانا نتكلموا على ابسط شيء اللي يسوى زوج دورو الميثوتريكزات يسوى زوج دورو الاطفال المصابين بدا قتلنا حتى البراءه عندهم سنه التسيير. عندهم سنه نعم قتلنا حتى البراءه بسوء التسيير. خلينا برك نشوفوا واحد الفيديو ومن نعاودوا نرجعوا نكملوا النقاش. فيديو تاع طبيبه في مستشفى بني مسوس متخصصه في طب سرطان الاطفال بروفيسور نبيله بوترفاس اللي قدمت شهاده مؤثره وين يعني ترصد الواقع الأليم لمعاناة الأطفال مرضى السرطان في بني مسوس واللي نقدروا نعكسوها على الكثير من المراكز في الجزائر. نشوفوا هذا الفيديو ثم نعود ونرجع ونكملوا النقاش مع الضيوف الكرام. نتكلموا على سرطان الأطفال وعلى خاصة لوسيميا لأنها المرض الأكثر انتشار في الأطفال، لازم نهضروا على تكفل يكون بالطريقه الصحيحه بالطريقه الكامله. لا خطرش اي خلل في مرحله من مراحل التكفل يعني الفشل الحتمي في اخر المطاف. يعني كاع واش راني نديروا لهذا الطفل نقص خلل في اي مرحله نضمنوا لك يعني يضمن لك الفشل. التكفل يحتاج يطلب منا اننا نضمنوا له اولا السرير المكان لانه 50% من المشكل هو يكمن انه ما عندناش اسره كافيه باش ناخذوا كاع الاطفال المصابين بالسرطان. ما نتكلمش غير على اللوكيميا. المشكل الثاني نقص الادويه. كاين بروتوكولات علاجيه مضمونه معترف بها دوليا نستعملوها. قال كاين المواد الفلانيه والمواد الفلانيه لازم تكون ضمن المرحله هذه، لازم نحترموا هذا البروتوكول. ما راحينش نغيروا البروتوكول اللي اثبت النجاعه تاعو على خاطرش البروتوكولات الاخرين الا بدلنا فيهم ما راحينش ينجحوا. الماده الاولى اللي نهضروا عليها ماده الميثوتريكسات. ماده الميثوتريكسات نستعملوها بكميه كبيره في اللوكيميا على خاطرش هي اللي تضمن تنقيه جميع المواضع من اقل خليه سرطانيه اللي ممكن لو كان تقعد راح تعاود تولي تتكاثر من جديد وتعاود تؤدي الى حاله انتكاسه، والانتكاسه الى جات ما راحينش نتحكموا فيها في مرحله ثانيه. المادة الثانية هي لاغاسيتين، نفس الشيء نستعملوها في العلاج. المادة الثالثة لادونوغيبيسين، نستعملوها في المرحلة الأولى للعلاج. وإلا ما تحكمناش في المراحل الأولى تاع العلاج تاع لوكيميا واش راح نديرو؟ بأي مادة راح نعوضوها؟ ما تتعوضش. والدواء لاسيد فولينيك اللي هو يعني هو ماشي من مجموع المواد الكيميائيه لكنه كما يقولوا الماده الانتيدوت تاع الميثوتريكسات. نستعملوها باش نسلكوا الطفل. ما نقدروش نستعملوا الميثوتريكسات ونقتلوا الطفل باسكو ما عندناش لاسيد فولينيك، باسكو لاسيد فولينيك تسمح انه الخلايا الطبيعيه تعاود تتكاثر من جديد بعد ما استعملنا الميثوتريكسات، لاخاطرش الميثوتريكسات ياثر على كاع الخلايا والاعراض الجانبيه تاعو على مستوى فقر الدم على مستوى الانسجه كبيره تقدر تؤدي الى حاله وفاه. والماده الخامسه الاخيره اللي هي راهي دركا المشكل الكبير لا ال اسباراجيناز اللي تشكل تقريبا الماده الكيميائيه الوحيده اللي مخصصه يعني العمليه تاعها موجهه الى كبت انتشار الخلايا السرطانيه. هذه الماده من شهر نوفمبر من العام الماضي يعني من نوفمبر 2020 تم توقيف التسويق ديالها. الى هذه الماده ما نعوضوهاش في بحاله استعجاليه بماده واحده اخرى نسميوها لاسباراجيناز بيجيلي ما نقدروش نضمنوا التكفل بالعلاج.
يعني مع نقص اربع مواد ونزيدوا الماده هذه ما نقدرش دوك نهضروا على التكفل بسرطان ولا لوكيميا عند الاطفال. المصير هو الموت. المشاكل هذوما المشاكل تاع النقص هذوما راح ياثروا على حياه الطفل. يعني احنا الطفل سرعة الانتشار ما تسناش اننا نجيبوا الماده هذه منا على شهر ولا منا على شهرين، على خاطر سرعه انتشار المرض راح يتفوق سرعه الحركه ديالنا. بروفيسور بوزيد، يعني انت راك كنت تستمع واكيد عندك كل هذه المعلومات مسبقا، كيفاش نقدروا في الجزائر نتكلموا على سياسه مكافحه السرطان وكل هذه الخطابات اللي نسمعوها وكل هذا الاجراءات وكل هذا الشيء في النهايه يعني ادويه بسيطه مثل هذه ما كاش في الجزائر مش موجوده، ويعني راح تعيق عمليه التكفل بالاطفال مرضى سرطان في الجزائر. لا، الحاله هذه تاع الادويه بكري كان عندنا وزير واحد تاع الصحه وعندنا مديريه واحده تاع الصيدليه، ولينا بربعة وزاره تاع لاجونس دو سان دو لاجونس سي با كوا. هذه ريزولتا من سبتمبر حتى لدرك الحاله ولات كل يوم اكثر من البارح من اللي داروا هذه وزاره الصيدليه. من هذاك النهار ما لقينا مع من نهضروا وما فهمناش. نعطيك مثل ميتوتريكسات اللي قالتو الادويه الاخرين كاين بالك بلاد واحده ولا زوج اللي يخدموا الهند والصين، سرطان فيهم امراض كون ابل مالادي اوفيلين، كاين ثلاثه ولا اربع حالات في الجزائر وعند مالادي اوفيلين يعني يتيمه وعندهم دواء واحد واللي يخدموا معروف، اللي يجيبوا الدواء يدخلوا زعما ليت كونت لا كوربسيون، نديروا لابيل دوفر ونديروا هذيك ما كاينش لابيل دوفر، دواء واحد وكان غير واحد اللي يخدموا، وانا ماشي الخدمه تاعي نروح نشري الدواء. دونك هذه لا بي سي اش اللي عندها الادويه تاع المرضى كل ماشي غير السرطان، مرض السكر مرض لا طونسيون هذيك اكسترا اكسترا، مازال تخدم بالعقليه تاع لا بيل دوفر. وهذيك عندي مريض واحد زميل تاعي عنده مرض اورفان، هذا عنده دواء واحد ومخدوم على بالنا شكون اللي يخدمه، واش ديري لي ابيل دوفر ولا ديري لي باسكو اللي تحكم لا بيساج مرا عيت نفهمها ما كانش لابيل دوفر، وهذه تاع لابيل دوفر زعما بوليتي كونت لا كوربسيون. شفتي الحاله ورانا في لا كوربسيون كومون دي لا كوربسيون انا غاب فساد فساد الفساد عمرو ما لحق الحاله هذه. طيب بروفيسور بوزيد وعلاش خاطر كوبينا على فرنسا حاشاك لابيل دوفر لا كوربسيون، شوفي الحاله اللي رانا فيها الوضع اللي وصلنا ليه. طيب انت هذه النداءات وهذه الاراء تاعك انا يعني كنت يعني نتبعك يعني وين تروح تتكلم تمد هذه الوقائع والحقائق سواء في الاذاعه في القنوات في الجرائد الى غير ذلك، كيفاش يعني يتعاملوا معك ردة فعل المسؤولين على هذا القطاع لما تبلغهم بكل هذا النقائص، يعني وانت من المفروض صوتك عالي ومسموع، هل هو التجاهل؟ هل هو المشكل هذا تاع الميثوتريكسات؟ عيطت لوزاره الصحه مديره ثاني مراه اللي تحكم الصيدله، قلت لها هو المشكل الميثوتريكسات هذا عنده ست اشهر وهو ما كانش والولاد يموتوا. لو كان جيتي مكاس بيري ماري كيري كاين مكتب تاعي ومقابلي عندي الولاد كل يوم شوفوا. الجواب تاعها قالت لي شوف مع وزاره الصيدلانيه ولا شباك. هذا هو الجواب. سبحان الله. بروفيسور صايب، يعني امام نقص الادويه انت لما تعمل عمليه جراحيه تستأصل الورم يعني وتقوم بعملك كجراح وفي الغالب يعني تقوم به في الوقت المناسب، نقص الادويه كيفاش ياثر على حياه المريض؟ انت تعمل العمليه وبعدين لازم يروح ياخذ الادويه، الادويه ما كانش باش يدير العمليه باش يخدم العمليه الدواء باش يسكروا. قعدنا 3 شهور بلا دواء صح؟ اللي هي السرطانات تاع الجهاز الهضمي العمود الفقري تاع العلاج
هو الجراحه. بعد كاين التداوي بالكيمياء وتداوي بالاشعه جات باش ترد باش تحسن نتائج تاع الجراحه. والى حد الان في سرطانات الكولون والمستقيم التداوي بالكيمياء اللي يجي مور الجراحه تبرهنت باللي لا سيرفي استادير الحياه الانسان تكون عنده مده الحياه راهي تكبر بزاف استادير العلاج يكون ناجح بنسبه قويه وين نهضروا على ان سيرفي الانسان مازال حي بدون ما يعاود يولي له سرطان 5 سنين 7 سنين حتى 10 سنين يكونوا هادو نقص الادويه ما نقدروش واش نهضروا مع المريض نسيو نديروا بالمعارف تاعنا كيفاش نجيبوا له ادويه كيفاش نسيو ونسلكوا الحاله مي الحق رانا في دون اون سيتوياسيون دون اون امباس رانا وانا جو بونس لون دي سوليسيون جزنا على لو بلان كونسير 2015-2019 انا رايي كطبيب احنا رانا عايشين في الجزائر جبنا البلان كونسير تاع فرنسا اللي هي دوله متقدمه كالكيناه درناه للجزائر. دكتور صايب لما ما يكونش ادويه نتكلموا على البروتوكول لا شيميوثيرابي العلاج الكيميائي لما ما يكونش كل الادويه موجوده كيفاش يندار البروتوكول؟ مانيش عارفه لا تجاوب ولا بروفيسور بوزيد انت عندك بروتوكول علاج بروفيسور بوترفاس كيفاش نديرو؟ كي نبدلوا البروتوكول النتيجه تنقص قالتها دارت 5 ادويه هادو ادويه بسيطه تماما وقدم الميتوتريكسات عنده 60 سنه وهما نستعملوه كي ما يكونش هذاك وما يكونش هذاك البروتوكول ما يمشيش نعقبوا من نتيجه 90% الى نتيجه 20% ليبراو و 80% يموتوا يعني الطبيب يولي يدير ادويه اللي ماهيش موجوده في البروتوكول هل يولي بريكولاج بريكولاج هل هذا معقول؟ عنده هذا الطريقة ولا ما يدير والو؟ هو مضطر إيه؟ باش يدير هو لازم يداويه يداويه واش كاين؟ طيب يعني هذا هو الإشكال ربما ماكش ما عندك إضافة كما قال البروفيسور بوزيد يولي دو بريكولاج سوا المريض واش يدير؟ يبيع السيارة تاعو كاين يبيعوا الذهب تاعهم باش يجيبوه بالكابا يجيبوه من فرنسا ولا من الخارج يجيبوه هذه c'est une vérité qu'il faut pas cacher la réalité du terrain qui connaît srat غير كيما il y avait pas même l'acide folinique مازال لانه وين الناس تجيبو تبيع يبدلوا دراهم ويجيبوه بالكابا بطريقه غير قانونيه سا سي مالورو ومام كي يديروا هذاك العلاج هذاك ما يديروش في الوقت تاعو مام العلاج هذاك ما يجيب الادويه ما ينفعش عنده يا نولتيماتوم يا تاخر في العلاج تاخر في اخذ الادويه والسرطان راه يمشي نعم سيده حميده نتكلموا على الكشف المبكر نشوفوا حملات تحسيسيه عديده ويعني اعلانات في القنوات التلفزيونيه في وسائل الاعلام ويعني تجند كبير من اجل معناتها الكشف المبكر وارغام الناس وخاصه المراه من اجل الكشف المبكر عن بعض السرطانات. هذا الشيء ساهم في الكشف عن العديد من الحالات وهذا ربما ما يفسر ارتفاع الرقم. لكن في نفس الوقت نطرحوا تساؤل ما فائده الكشف المبكر اذا ما كانش تكفل مبكر. تكفل في وقته ونظن هذا الإشكال يعني مطروح بقوة. نعم فضلي. حقيقة احنا لما نتكلموا على لذلك قلت تكلمت على السلسلة مقبل لأنه لما نتكلم على تكفل بالمرض يعني بالسرطان هو يعني رانا نتكلموا على كل ما نقدروش ما يكونش جزء ما نقدروش نديروا حاجة وحاجة ما نديروهاش. إذا تكلمنا على التكفل بالسرطان يعني نتكفلوا بالمرض لازم نتكفلوا عليه بكله من كل جوانبه
معناتها راحين معناتها رانا نديروا نتكلموا على الكشف لو دياغنوستيك يعني الكشف، سواء نتكلموا على التشخيص المبكر إذا كان هنالك، نتكلموا على مرض فيه تشخيص مبكر، نتكلموا كذلك على العلاج، نتكلموا على الجراحة، على العلاجات التكميلية الأخرى، العلاجات الهرمونية، ما بعد المرض، يعني أمور كثيرة، يعني هي عبارة عن كل. إذا أهملنا أي جزء معناتها ما تكفلناش بالسرطان، ولكن حنا هذا السرطان معناتها عنده نقولوا شرط مهم جدا وعامل مهم جدا وعامل الوقت. عامل الوقت هذا العامل اللي راهو يهمل من طرف المسؤولين ويعاود يأكد على سوء التسيير، لأنه لما تتكلم راك مثلا عندك عدة أمراض، راهم هذو المسؤولين هما اللي راهم يتعاملوا مع 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 داء السكري، مع ربما الضغط الدموي، مع أمراض كثيرة، ولكن مع السرطان كل مرض وعنده الخصوصية تاعه. رانا نتكلموا على مرض لا ينتظر، عامل الوقت فيه مهم جدا. إذا يعني ضيعنا وقتك ضعيف، ربما مثلا او البروفيسور صايب اذا مثلا كان مريض اليوم راهو نقدروا قلنا اصل العلاج يعني في كل السرطانات تقريبا هي الجراحه، هي يعني اول علاج، يعني لاباس في تقريبا كل السرطانات هي الجراحه. ولكن اذا اهملنا عامل الوقت يولي هذاك المريض ما نقدروش نديروا له الجراحه، نبعتوه مباشره مثلا للعلاج الكيميائي، معناتها وتستصعب الحاله تاعو، والعلاجات هذوك البروتوكولات تكون عباره عن بروتوكولات ثقيله، مضاعفات ثقيله جدا، وفي الاخير نفقد يعني شوف شحن نصرفوا عليه والمواعيد المريض. والمواعيد بعد 8 أشهر وبعد خاصه في العلاج الاشعاعي. اذا نشوفوا عامل الوقت مهم جدا، كل ما نهملوا هذا العامل احنا هذا هو الشيء اللي راهو اليوم قلت اللي راهو يدير هذا سوء التسيير. اليوم المسؤولين تاعنا على كل المستويات القائمين اليوم على يعني التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان يهملوا هذه الخصوصية، بأننا اليوم رانا نتكلموا على سرطان. كي تأخر لي وتقول لي ما كاش مشكل على 4 شهور راح ندير، على 4 شهور هل يعرف هذا المسؤول شحال راح نفقده من روح على 4 شهور؟ هل ممكن مثلا لما نعطي موعد تاع علاج بالاشعه لمريض نعطيه له في مارس 2022 هل يعقل هذا الشيء؟ معقول هذا المريض راح يقدر هو يعني يحبس يدير ستوب للسرطان تاعه حتى مارس 2022؟ هل هذا امر يعقل؟ هل المرض لازم يفهم اننا في الجزائر واننا هذا هو التعامل تاعنا وهذه هي السياسه تاعنا باش هو لازم يتعامل على 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 هذا السياق؟ هذا شيء يعني حقيقة غير منطقي، شيء لا يقبل، شيء لا يطاق. احنا انا نقول تقريبا انا قلت اليوم ربما في الماضي القريب جدا كنا نتكلموا على نقص تاع امكانيات، نقص اطباء مختصين، قلت اليوم كلنا راه متوفر. هاي في العلاج بالاشعه نتكلموا عليها، الوحدات مثلا تاع الانكولوجي تاع العلاج الكيميائي كان عندنا بعض يعني تحسب على اصابع اليد الواحده، يعني المراكز اللي تدير العلاج الكيميائي. اليوم عندنا 77 وحده للعلاج الكيميائي راهي موجوده على التراب الوطني، ولكن هل الادويه موجوده؟ هل المريض المصاب بداء السرطان يتعالج بنفس الطريقه على كل مستوى التراب الوطني؟ هل المريض اللي يكون في عين صالح والمريض اللي يكون في الجزائر العاصمه والمريض اللي يكون في باتنا، هل الكل يكون عنده اناكسي يعني الادويه نفسها في كل هذه المراكز؟ لا، يعني احنا انجزنا هياكل فقط، احنا السياسه لذلك نعم. سياسه فاشله وتسيير فاشل. علاش؟ لانه ما كانش تنظيم. احنا لما علاش رحنا نحو مخطط وطني؟ نقول لك سيدتي انه جمعيه الامل كانت من بين الاوائل اللي نادت بمخطط وطني لمكافحه السرطان، كان ذلك في يوم برلماني، اول يوم برلماني نظمته جمعيه الامل في 12 اكتوبر 2009، وين كان المحور كان معنا بروفيسور بوزيد وكانوا كل الوزراء المعنيين، يعني كان وزير العمل، وزير الصحه، وزير التضامن، ووزيرة المرأة، ويعني ممثلين الشعب، الأطباء المختصين، وكذلك المجتمع المدني والإعلام، الكل كان متواجد يوم 12 أكتوبر 2009. قلت وين كان المحور هو نحو مخطط وطني لمكافحة السرطان. علاه لدينا بهذا المخطط؟ لما نقول مخطط كلمة مخطط يعني تنظيم، لأننا حبينا أننا ننظم هذا التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان، ما نخلوهمش هكا يعني مساكن يعني مرميين. أنا اليوم نكتشف له مرض، نكتشف له عنده سرطان وبعد نبعته ما عنديش وين نبعته، ونقول له ولينا نقولوا هذه هي لو تيرم، هذه العباره راهي تنقال باغتو، روح دبر يديروا له المراه يديروا لها استئصال تعتدي، راهي في الهم تاعها، هم اولادها، هم العائله تاعها، الزوج تاعها، نحاول التدي تاعها، واش راح يترتب على كاع هذه الجراحه الثقيله ولا يعني تواسيلها تاثر عليها نفسيا، هذا الهم كاع واش نقولوا لها؟ نعطيوا لها اوراق ونقولوا لها دوكا روحي دبري رونديفو يعني موعد من اجل العلاج بالاشعه، وروحي دبري موعد باش ديري العلاج الكيميائي. نعطيو للمريضه نقول روحي دبري، ومن بعد تولي هذيك المريضه واش تولي دير؟ دير دي فوتوكوبي، ويبداو جميع اللي عنده معرفه لا في سطيف لا في اضرار لا في مساكن، يبداو يعني تروح من جهه لجهه
مع يعني في حاله بائسه يائسه يعني من اجل انها تطفر بموعد وللاسف في اغلب الاحيان ترد. نعم. واللي موجودين في المستشفيات كذلك يعانيوا من نقص الادويه. طبعا راح نشوفوا فقط روبورتاج يعكس هذا الواقع ونقص الادويه وكيف اثرت على معناتها بروتوكول العلاج بالنسبه للاطفال. نشوفوا هذا الروبورتاج ثم نعود لنواصل النقاش. جيت من الجاية باسكو ما كانش لي موين تما، فهمت؟ باسكو كاين عندهم بيدياتري بصح ما عندهمش لي موين باش يخدموا لاشيميو للدراري. انا نحس روحي دوكا لا كيراني نبدا ندير في الدواء انا حابه نبره وكل مره كي ندير دواء شغل نعيا هكا تعيني بصح وبليجي نستحملها باش نبره وتاني دي فوا كي نجي لهنا ندير دواء ما نلقاوش الدواء ما كاينش بزاف ودي فوا يديروا لي دواء واحد اخرى شغل لازم انا نسحق ندير هذه الام سي اكس باسكو مليحه تاع الكونسير تاع العظام ونطالب وكان خير شغل يوفروا لنا دواء هذه الدواء كاش لي مويان باش يخدموا باسكو تجي تشوف بلاد كيما هذه بالخيارات تاعها وكلش دونك سي مالورو شغل ما كانش مين با باش يخدم، فهمت كيفاه؟ تلقى طبيب ما عندوش مين با باش يخدم، هذا هو البروبليم. بلاد كيما هادي ما عندهمش شغل، تلقى واحد مريض الدواء تاعو ما يلقاهاش، طبيب باش يخدم ما يلقاش. أنا مليح هايلين، بصح ما عندهمش الإمكانيات باش شغل لازم يوفروا لهم الإمكانيات أكثر باش يبراو كاع المرضى، باسكو كاين بزاف مرضى يموتوا شغل كيما كاينش هكا بزاف الدواء وكاع. بينا بلي غاليين وخدام شهريه ما يقدر يدير والو شغل اللي يتبع شغل يدير لي سكانر لي رام لي راديو شغل حوايج هادو كاع خدام تاع شهريه ما يقدر لهمش ما يقدر شغل واحد واذا عنده مريض في الدار ميم هو يولي مريض ميم هو يولي مريض نورمال. دونك اسمي بلعبي اسلام راني داوي لهنايا ما عنديش بزاف ني كملت الدواء تاعي كما راكم تشوفوا كامل المرضى اليوم لهنا كامل ما خارج ولايه الوطن وكامل من الحاله شغل متوسطه حاله عائليه متوسطه هنا كاين ماهوش متوفر الدواء والدواء عندنا بزاف غاليه حتى الابسط الادويه اللي نقدروا نحاربوا بهم لي زافت ولا نابورت الاخر ما كاش. انا ناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي دائما ندير حملات هكا باش نلم الدواء والحمد لله نلقى تفاعل مع الناس الخارج يجيبوا لي الدواء دائما وحتى الان دوكا ما عنديش بزاف جابوا لي الدواء ونشكر جميع واحد راه يدعم في هذو مرضى السرطان ونوجه الدعم للسلطات انهم يوفروا لهم الدواء ويوفروا لهم الدواء ويوفروا لهم كل الامكانيات لانه الطاقم الطبي كامل ما شاء الله كامل يتهلاو الحمد لله يا ربي. دونك خصنا غير الادويه وخصنا شويه الاهتمام من السلطات لانه راهم في حاله مزريه بزاف نتمنى يوفروا لنا كل الدواء اللي نسحقوه وربي يشافينا نقول الله يشافيني والله يشافي كاع المرضى. Thank you.
بروفيسور بوزيد، تكلمت سيدة حميدة على سياسات العلاج والتكفل بمرضى السرطان اللي شهدناها في الجزائر منذ سنوات طويلة. تكلمنا على مخططات، تكلمنا على سياسات، تكلمنا على الكثير من الخطط من أجل التكفل بمرضى السرطان ومن أجل سياسة رشيدة لمكافحة هذا المرض. تقدر تقول لي وانت عندك كل هذا التجربة، لماذا لم تنجح لحد الآن حتى سياسة من السياسات المذكورة؟ نتكلموا على السنوات السابقة وحتى هذه السنة، وربما في الأخير راح نتكلموا على السنوات المقبلة. كاين تحسن في الأجهزة كما ذكرت، كاين تحسن في الأدوية، ولكن كي الأجهزة ما يخدموش والأدوية ما كانش، سي كازيمون امبوسيبل دو ريغليس. هذه الوباء تاع الكوفيد أثر ثاني على الجراحة، أثر على التشخيص المبكر، على الجراحة. لازم التسيير الاختصاصيين، ماشي الاختصاصيين التسيير، الاختصاصيين الأطباء، ماشي دي بيروقراط هادو اللي يديروا، سي لو سول سوليسيون. بروفيسور صايب، كاين موضوع يطرح بشدة وهو الضمان الاجتماعي. لما نتكلموا على مرضى السرطان يطرح مشكل الضمان الاجتماعي. هنا السؤال المطروح، لماذا أمراض أخرى مثلا القصور الكلوي يعني عنده ضمان اجتماعي 100%، لكن بالنسبة لمريض السرطان ما كانش تكفل؟ يعني كيفاش هذه المفارقة، كيفاش تقدر تفسرها؟ هي وهل عندها تفسير أصلا يعني؟ هي على كل حال لازم تكون اون كومبليمونتاريتي، لازم يكون السيكتور تاع الخاص وليتاتيك بوبليك العمومي لازم يكون كامل، لازم يتكامل. احنا قلنا علاش التداوي بالاشعه تروح للبريفي غدوه يعطيك رونديفو، تروح للقطاع العمومي 8 شهور. سمعت مقبلات كونسير دو لا بروستات افريل 2022 حتى الانسان يموت. تسمى هذا حسب رايك هو مشكل تسيير؟ هي لو كان ديروا تكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، لازم يدخل فيها الضمان الاجتماعي كما تواسى كاع في الدول اللي راهي اون فوا دو ديفلوبمون ولا لي بيي ديفلوبي المتقدمه، كاين حل. وعلاش اون بريزون شارج على ليترونجي لا كناس تدخل فيها بريزون شارج دان سيتويان الجيريان دون اون ستركتور بريفي اللي تعاون دون فاسون تري سونسيبل بصفه حساسيه القطاع العمومي ما كاش. دونك نعاودو نوليو المكافاه تاع المسيرين، ما نقولش على مستوى مركزي الوزاري ولا même au niveau des hôpitaux, au niveau de la classe. Je pense qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce que quand tu entres la classe d'une façon énergique, beaucoup de solutions vont aller. Nous allons voir. تقلص في المواعيد، la prise en charge. سؤال الصندوق ضمان الاجتماعي وتشوفي في البلاطوات ولا كي يسمعوا بيا ما يجيوش. سؤال سهل. 80% تاع المرضى اللي تبعتهم الضمان الاجتماعي لفرنسا ولا لبلجيك، 80% يديروا دواب الإشعة في البريفي في فرنسا، فهمتي؟ في القطاع الخاص في فرنسا. هنا يقول لك ها، وعلاش؟ ما تفهميش. سؤال ما تنجحش هذه غير منطقيه، يعني ما عندها حتى تفسير، لانه هذا البريفي اللي انا نتكلم عليها، هذا المركز الخاص، هو شكون؟ هما جزائريين، شكون اللي عطاهم يعني الاعتماد؟ هي وزاره الصحه، يعني منين استثمروا باش داروا هذا المركز؟ من 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 بنوك الدوله الجزائريه. علاش؟ من اجل تعزيز يعني القطاع العمومي. اذا هي تكمله، هو اصلا اعتمد من اجل تكمله وتعزيز القطاع العمومي. معناتها لازم المريض يكون كما يروح القطاع العمومي، كما يروح حتى رئيس الجمهوريه لما جاء يعني
تكلم على 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 مرض السرطان على انه اولويه وطنيه، تكلم وقال انه مرض السرطان اولويه وطنيه، ومن بين الاولويات اللي تكلم عليها وقال لازم يعني يحلوها بطريقه سريعه كان كذلك مشكل ليزاكوشمان، يعني الولادات، يعني مشكل الولادات اللي كان كذلك مشكل كبير جدا. نشوفوا ان وزاره الصحه مباشره حلت مشكل الولادات وجعلت الان كل النساء اللي عندها تروح عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي، تروح تولد دون لو بريفي في لي كلينيك بريفي، والضمان الاجتماعي يسلك عليها وتروح تولد بدون اي مشكل وتجي. مشكل حل جميل جدا رائع، ولكن رئيس الجمهوريه كذلك قال انه الاولويه الوطنيه هي مرض السرطان، هي المرضى المصابين بداء السرطان. لماذا امراض اخرى هذا هو السؤال. يعني حبينا نقول اليوم، هل المرضى المصابين بداء السرطان ليسوا جزائريين بالدرجه تاع المرضى الاخرى؟ المرضى المصابين بالقصور الكلوي اللي تكلمت عليهم ليزانسوفيسون غينو، علاش عندهم تكفل تام؟ معناتها عندهم سياره تجيبهم الدار وترجعهم للدار، الكاسكروت تاعهم ياكلوه اللي يكون عنده يدير في الفتره تاع الغذاء تاعو، ويدير افي، الكل يعلم انه يعني لا دياليز يدير تنقيه الدم يديرها طول حياته. ولكن مثلا نقول المراه المصابه بسرطان الثدي وش عندها؟ عندها ربما بين 10 الى 25 او 30 حصه على الاكثر، تديرها وتدخل دارها تبرى وتدخل لاولادها ولاسرتها، والكل يعلم يعني مكانه المراه في الاسره. شوفي يعني الحصه شحال راح تكون؟ الان راهي 9000 او 10000 دينار جزائري، معناتها مليون، ولكن كي تكون اون كونفونسيون افيك لا كلاس بيان سور يفون ريفليشير، يفون ايتيدي، معناتها راحين يدرسوا يعني كجمعيه. كجمعيه طرحتي هذا الانشغال؟ طبعا طبعا، التقينا بعده وزارات تاع العمل والضمان الاجتماعي. دائما التسويف، دائما التسويف، يقول لك هذه المره، هذه المره مع الطاقم يعني المسير الحالي، يعني مع وزير الصحه الحالي، رحنا شفناه وطرحنا له مشكل، وطرحنا له يعني بثلاث خطوط حمراء على خطوره الموقف، خاصه بالنسبه للعلاج الاشعاعي. ونشوفوا الناس والنساء المصابات بسرطان الثدي بصفه خاصه، قلنا لهم يا سيدي معليش، انتم عندكم لجنه وزاريه مشتركه مع وزاره العمل والضمان الاجتماعي، كنا حتى احنا معاهم درنا عده اجتماعات، قلنا معليش اموا مبدئيا نبداو بالنساء المصابات بسرطان الثدي. يا سيدي ما ديروش كل النساء المصابات بسرطان الثدي، النساء اللي درنا عندهم العلاج التحفظي، نبداو الناس اللي درنا لهم نحينا لهم فقط الورم، ولازم اموا باش نقارديو عندهم الثدي، ما نحيلاش تعسفيا الثدي تاعها، باسكو راهي علاش رانا نديرو هاد كيما قلتي لي مقبل السؤال، علاش رانا نديرو هاد الحملات التحسيسيه، الحملات التوعويه، التشخيص المبكر، باش مباشره نتكفلوا بها. ولكن مالغري ما عنديش تكفل، ما عنديش الحق انني ما نديرش، ما عنديش الحق انني ما نعلمش الناس، هذا مهم جدا ويعتبر يعني حلقه من هاد السلسله، انا ناديها ومن بعد كل واحد يتحمل مسؤوليه تاع الحلقات الاخرى. اذا حنايا لازم نتكفلوا بها. اذا المريضات المصابات بسرطان الثدي اللي تجي في الحاله مبكره وما عندهاش باش تدير، تقعد 8 شهور باش تدير باش ما نحيولهاش تعسفيا، نبعثوها دير دون لو بريفي. لو بريفي هذو يا ناس هو عباره عن مركز تابع للجزائر، برك راه قطاع خاص ولكن تابع للجزائر. اذا علاش حنا كيفاش انا طول حياتي نخدم ونسلك لاكناس ومن بعد في اخر حياتي نصيب روحي مصابه بمرض كيما هذا، مرض سرطان، كي نروح نداوي نقول لاكناس خلصي لي، قولي لا ما عندكش الحق، علاش خدمت وكوتيزي؟ لو كان درت فيه شحيحه نروح نداوي انا في فرنسا، لو كان درت دراهمي لاني نمدو لهم في شحيحه، نروح وحدي نتكفل بنفسي. كيفاش طول حياتهم الناس مساكن يروحوا بعد كيما قال لك حتى يولوا يبيعوا في صوالحهم ويسلفوا ويديروا ديدات؟ شفتهم الناس، اقسم بالله يا رب يا ربيت مسكين من انهكته الحياه اصلا، هو من باتنا عنده ثلاثه اولاده عندهم مرض سرطان، عنده مرض سرطان الجلد اكزيغوديرما، اقسم بالله غير باع الدار تاعو، باع داره على جال ولاده وخلي الآلاف. كثير من الحالات اللي قامت بنفس الشيء. انا نشوف سيدتي ربما راكم كلكم تشطروني الراي، يعني ورانا نشوفوا الكل اليوم، الكل الناس راهم يشوفوا يعني كاع شبكه التواصل الاجتماعي، شوفوا نداءات تاع الناس، الناس اللي يطموا دراهم، وواحد اللي يقول عاونوني الدواء الفلاني، عاونوني من العلاج، يطموا دراهم باش يبعثوه في 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 مصلحه خاصه ولا في امور خاصه. هل يعقل في جزائر بلد بحجم قاره فيها ثلاث وزارات، وزاره الصحه كما قال يعني حتى في وزاره الصحه دوكا في الصحه عندنا عده وزارات، علاش حنا نقولوا وزاره الصحه، وزاره العمل والضمان الاجتماعي، وزاره التضامن، ثلث وزارات ضخمه، نشوفوا نداءات كيما هادو، الناس تتسول باش تروح تشري الدواء لوليدها ولا باش دير انسكانير ولا باش تروح تبعثو يدير العلاج، هذا شيء خطير جدا. لواش يعود؟ لسوء التسيير، لانه عندنا المراكز، عندنا الكفاءه، عندنا كل شيء، ولكن لو كان نسيروا برك مليح. اليوم رانا بحاجه الى مسيرين حقيقيين على يعني راس يعني وزاره الصحه. يعني منذ سنوات احنا ندوروا في نفس الحلقه المفرغه. سوء التسيير. اليوم رانا نحتاجوا الى مسيرين حقيقيين على راس وزاره الصحه، ما راناش محتاجين الى اطباء.
الطبيب اللي ما عندوش خبره في التسيير، الطبيب راه مع المريض ونحتاجوه وكل حاجه وبارك الله فيه، وهو كما قال لاباس تاع كل شيء، ولكن من اجل التسيير نسحقوا مسيرين، نسحقوا مسيرين، نسحقوا كاين ناس دي زيكسبير في ليكونومي دو سونتي، يعني في الاقتصاد الصحي، هادو من الناس اللي اليوم راحين يعاودوا يعني يغتنموا ويفون رونتابيليزي كاع لي موايا اللي حطتهم الدوله اليوم باش حقيقه نتكفلوا بالمرضى المصابين بداء السرطان، لانه اليوم رانا نواصلوا نسجلوا تقهقر كاع، حتى انه بعض الامور الكبيره والخطوات العملاقه اللي كنا درناها في الماضي القريب في سنوات فقط رانا نعاودوا نولوا اللور، في عود نتقدموا لا سيونس افونس لي تكنيك شانج، يعني بطريقه يعني هايله، حتى بعض ولينا نتكلموا في بعض كانت عباره عن سرطانات مستعصيه كنا ما نسبيري والو فيها، ولينا نتكلموا على شفاء، ولينا نتكلموا حنا بعض سرطان اصبحت عباره عن امراض مزمنه مثل سرطان الثدي اللي صنفته المنظمه العالميه للصحه لانه اصبح كرونيك مرض مزمن احسن من بعض الامراض يعني أصح احسن من السكري. يعني انت تشوفي انه تدهورنا في طبعاً سياسه مكافحه السرطان من السياسات الاخيره من سوء التسيير رانا نولوا اللور للاسف رانا نولوا اللور، واللي راهو يدفع الفاتوره هي المرضى المصابين بتاع السرطان بارواحهم. هنا رانا نتكلموا على ارواح ناس راهي تموت، ناس راهي تموت يوميا يوميا برك من لانه ما تلقاش دواء، ما تديرش دواء في الوقت اللي لازم، ما تديرش التشخيص في الوقت اللي لازم، ما تشريش دواء اللي لازم، ما تتكفلش بلا يتكفل بها بالطريقه اللازمه. نعم. وللاسف بروفيسور بوزيد، يعني سنوات احنا نعانيو من هذا المشكل، سنوات وحنا يعني نعيشوا في حلقة مفرغة حول كل هذه المشاكل المتعلقة بسياسة مكافحة مرض السرطان. حسب رأيك متى نمر إلى الجد؟ وقتاش نروحوا حقيقة للحلول؟ الحلول اللي لازم تكون في ظرف مثل هذا. لازم نعاودوا كما كانت تقول مدام كيطاب، كي رحنا البرلمان في 2009 تم ونبدينا نخدموا على لو بلان كونسير بالبرلمان الجديد هذا، لازم نعاودوا نكرروهم باش يفهموا باللي نجموا هنا في الجزائر نداويو بالجراحه بالاشعه بالكيمياء، والحل ماشي نروحوا لفرنسا نداويو، الحل هنا الجزائر مع البرلمان الجديد هادو، ان شاء الله يكونوا معنا ومع المرضى تاع البرلمانيين، هما اللي يشرعوا ويريبريزونت لو بوبل. لا حتى يعني الوزير المسؤول عن القطاع عنده إيه الوزير يكون كبير. هنا الوزير ولا اربعه وزراء هادو يجي ويسمعوا حنا كممثلين تاع جمعيه، يعني حنا كنا بعثنا لوزير الصحه يعني طلب لقاء، حنا باسم كل فيدراليه تاع المرضى المصابين بداء السرطان، ورانا موجودين متواجدين على يعني كامل يعني التراب الوطني، يعني في الشرق في الجنوب في الغرب وفي الوسط، يعني بعثنا طلب لقاء والله ما تلقينا حتى اجابه، عاودنا بعثنا نفس الشيء حتى اجابه، بعثنا عرض حال ان ايتا دي ليو، عرض حال وين قلنا على خطوره الوضع اللي راهو يواجهه المرضى المصابين بداء السرطان، والله لا حياه لمن تنادي، حتى اننا بعد الندوه الصحفيه وين درنا صرخه الى رئيس الجمهوريه، والله الوزاره لم تتحرك ولم تحرك ساكنا الى يومنا هذا، يعني الندوه الصحفيه والصرخه اللي درناها لرئيس الجمهوريه يعني كانت في 31 ماي، ومركز اضرار مركز مكافحه السرطان يعني الاشعه في اضرار يعني وراهي تمشي، ما قالش راهي اونبان يعني لازم وقت، والله ما شعلت، ووزاره الصحه لم تحرك ساكنا، واضرار الى يومنا هذا الى هذه اللحظه راهو حابس. سؤال يعني هذا سوء التسيير اصبح اليوم حتى اننا هذه الوزاره الوصيه ولات لا تستجيب حتى لنداءات الاستغاثه، هذا امر خطير جدا، راكي تشوفي مثلا البروفيسور بوترفاز كان دارت النداء تاعها، بروفيسور بوضياف، بروفيسور غاشي، بروفيسور بوزيد، عندنا شهور ملي تكلمنا على ميتوتريكزات وقلنا هذه الادويه كلها اللي راهي غايبه والمرض والاطفال راهم يموتوا، ولكن الى يومنا هذا على الاقل 3 شهور 4 شهور ولكن الدواء مازال ما جاش والاطفال مازالهم يموتوا، والوزاره لم تحرك ساكنا، على الأقل أنها لم تستدعي ولو جمعية لمساعدة المرضى المصابين يعني ممثلين على المرضى، وإحنا نعتبر شريك، رانا شريك تاع الوزارة، إحنا رانا ممثلين هؤلاء المرضى، لم تستدعينا حتى إذا كان داروا حاجة قال هايلك واش درنا ولا هايلك واش راحين درنا ولا هوليك المشكل باش نتفاهموا الأمر، ولا حتى يعني ما نحاولش نتفاهم الأمر، أنا راني مت مرضى يحتاجوا علاج، عندي عامل الوقت مهم جدا، ما تقوليش السبب أنك ما درتش، قولي دير، قولي راح دير. أنا هذا واش نحوس اليوم، شوفي كل التفسيرات كل شبعنا منهم،
شبعنا من كل هذا الكلام، شبعنا من كل انه يقول لي لا لا وعلاش راح ندير وعلاش ما كانش وعلاش ما نسحقش وعلاش نسحق دير لي اليوم نسحق انه هناك مواضيع وهناك ملفات لا ما لازم لهاش الانتظار طبعا لازم الفصل فيها ينتظر في سرطان حتى اذا انتظرنا احنا السرطان لا ينتظر. طيب بروفيسور صايب، انت من خلال التجربه تاعك في مركز سطيف والمعاناه تاعك اللي عشتها هناك واكيد رصدت المشاكل واكيد تعرف الحلول، تعرف واش الحلول واش لازم يكون حتى معناتها ننهض بهذا القطاع حتى تكون هناك سياسة يعني رشيدة لمكافحة هذا المرض. شكرا على هذا السؤال. الحلول قبل ما نبنيو مركز مكافحة السرطان لازم فو انفستيغ سوغ لي زون نو با لي ميو، لازم نخيروا رجالة لكل واحد يكون في المنصب تاعو، ودير مركز مكافحة السرطان لازم يكون نهار تدير الحجرة الأولانية تاع البناء تاع المركز هذا باراليل لازم يوجدوا المدير هذا يوجدوه يفهموه واشنو هو مركز مكافحة السرطان واشنو هو لا جيستيون حلول. اون سي حنا اون طونك ميدسان اون سي بوتي لقينا اون فاس حيط المدراء تاع المؤسسات ماشي كاع ولكن الاغلبيه ما عندهم اي علاقه مع التسيير، مازالهم سياسه تاع ترقيع راديو ثيرابي بالتليفون. المدير انا حضرتها في سطيف، المدير يحكم دي رونديفو دو راديو ثيرابي عنده، المدير يحكم في الطبيب ويبهدله سيت ان بليزير. دونك لازم نديرو الرجل المناسب في المكان المناسب. اي الحلول اي تو سا دو باسي بار ان بلون كونسير، لازم المخطط تاع السرطان ادابتي البلد تاعنا، ما لازمش انا رايي لازمش نديرو واش كاين في فرنسا ولا واش كاين في اوروبا ولا في امريكا نديروه للجزائر. هذا وين بدينا. على كل حال فيها ايجابيات الحمد لله، ولكن لازم بلون كونسير اون فا لي فير الدوزيام، فرنسا في التروازيام دونك ولا في الكاتريام الرابع، حنا رانا في الدوزيام لازم نجتنبوا الغلطات اللي تواساو ولازم نادابتيوه، لازم يكون ادابتي لا سيتياسيون الجيريان. عندنا رانا بلد في طريق النمو، ما عندناش امكانيات اللي كاين في اوروبا، لازمش نكبروا كرشنا بزاف، نسيو كيفاش نديروها ادابتي على الجيري على سيتياسيون ايكونوميك، ولكن بالادويه اللازمه بالامكانيات اللازمه بيان سور، ولازم نديروا لي زوم كيلفو، لازم نديروا الكفاءه فو با كسا سوا دي بارفونو لي جون بيستوني اللي يحكموا اللي يسيروا هذا الجانب هذا. طيب لما نتكلموا كذلك بروفيسور بوزيد على الكفاءات، احنا في الجزائر عندنا كفاءات كبيره من حيث الاطباء او التقنيين الى غير ذلك، وكاين بروفيسور طه مرغوب اللي هو يقول انه تكون على يدك وانك ساعدته كثير، هو الان من ابرز الباحثين في مركز في الولايات المتحده الامريكيه وين اكتشف مؤخرا يعني اكتشاف جديد لمعالجه السرطانات الغائره اللي كما احنا نقولوا المنتشره او الميتاستاز. هذا الاكتشاف يعني عمل ضجه اعلاميه، احنا سجلنا معه هذا الحوار، رايحين نشوفوا منه يعني جزء بسيط ورايحين نشوفوا الحوار كاملا بعد نهايه البرنامج. اذا نشوفوا هذا الجزء البسيط اللي يشرح فيه البروفيسور طه مرغوب هذا الاكتشاف وكيف يعني راح يكون يعني عامل مهم جدا في مكافحه هذا النوع من السرطانات. تابعوا الحوار. بروفيسور، ماذا لو تشرح لنا حقيقة هذا الاكتشاف؟ هو هذا الاكتشاف اكتشاف اللي درناه على الخلايا تاع المناعة. هذا احنا عندنا الجسم تاعنا كيكون فيه خلية سرطانية، الجهاز المناعي تاعنا واش يدير؟
يصيبها ومن بعد يقتل هذيك الخلية المناعية، الخلية السرطانية. واش صبنا باللي في الأماكن الجوفية لي كافيتي سيروز، الخلايا المناعية هذه ما تقتلش مليح، وحوسنا نفهموا علاش. وكي جينا نفهموا علاش، لقينا باللي كاينة خلية مناعية أخرى مضادة للخلايا المناعية القاتلة. دونك اون فيت الخلية اللي تقتل كاينة الخلية أخرى اللي تبلوكيها، دونك سبناهم هادو. يعني كانت في اسمح الأول لي برك بروفيسور، فرضية، ومن بعد جربنا نفهمه كيفاش هذه تمشي، وكي كيف فهمنا هاد الميكانيزم هذا، فهمنا من بعد حوسنا كيفاش نحبسوا هذيك الخلايا اللي تمنع الخلية القاتلة بقتل السرطان. يعني الخلايا القاتلة للسرطان، يعني الخلايا التي تقاوم السرطان وتقتله، هناك خلايا أخرى تمنع عمل هذه الخلايا. طبعا اكيد هذا هو وهو يعني في الجسم نتاعنا هذه الخلايا نحتاجوهم. وعلاش نحتاجو هذه الخلايا؟ هي هذه الخلايا تحمينا من الاوتو ايمونيتي، يعني لما يكون الجهاز المناعي نتاعنا ياتاكي الجسم نتاعنا، مثل كي يكون فيه الديابيت تيب ا مثلا، يكون من اجل هاد اللوتو ايمونيتي. اذا هذه الخلايا خلايا اللي الجسم تاعنا يحتاجها، ولكن السرطان ياخذها عطاج ويستعملها باش يحمي نفسه من القتل بجهاز المناعي. وهذا الاكتشاف للعلاج يخص نوع واحد من السرطانات، هي السرطانات الغائرة، يعني باش نبسطوا المفهوم، المنتشرة ميتاستاز، ماشي كل أنواع السرطان، هي يعني تقاوم نوع واحد. هي ماشي، نزيد لك، ماشي غير تقاوم نوع واحد، تقاوم لي ميتاستاز لي يروحوا في لي كافيتي سيروز، يعني ماشي كاع لي ميتاستاز، نوع من لي ميتاستاز. اوكي، اذا خاطرش لازم نفهموا حاجه باللي سرطان عدة سرطانات، ماشي سرطان واحد. وكي نصيبوا حل نوعية من السرطان، ما معناش تبدا حل لكل السرطانات. إذا بروفيسور بوزيد، هذا من بين ربما التلاميذ اللي درسوا عندك واللي كان تلميذ ساعدتهم. عندي في نعم. 89، وماشي وحده، كاين ثاني طبيبه يقولوا لها ميغاد، وطبيبه اخرى يقولوا لها بلقايد، بنت ابو بكر بلقايد، يخدموا في ميموران سلون كيترينغ اللي هضر عليها ليمينوثيرابي، ودار مريح كي راح. انا ليمينوثيرابي عندي 15 سنه ونهضر عليها، بالنتيجة اللي نشوفوها حتى لدرك مازال ما دخلش الدواء هذا، نهضر على الدواء يعني هذه من العلاجات الجديدة لمكافحة جديدة. مرض قلت لك السرطان عندي 15 سنة وأنا نطلب فيها الآن، يعني أدواء يعني أدوية بسيطة ماهيش تدخل. إيه دونك يعني كاين مشكل، كاين يعني مشكل. ملي كنتوا ترافعوا من أجل أدوية جديدة، والبارادوكس الآن كنتوا تتكلموا على أدوية بسيطة زي ما كي كاش. راح باسكو نجح، وهادو اللي قلت لك ثاني ناجحين، معناتها هنا في الجزائر ما نقدروش ننجحوا، العرقلات مور عرقلات كما قال لك. كي ديري واحد مدير باروني، واش تسناي؟ واش تسناي منه؟ كي تلقاي مدير الصحه في ليزي ولا، يقول الطبيبه يقول لها شوفي يا بنتي، هنا ما عندناش مرضى تاع السرطان، دونك شيني البي في وروحي للجزائر تسلكي، وتلقى هذه عاديه. بيان سور، دونك مزيان راح هذا، راحوا كل ينجحوا في الخارج ما ينجحوش هنا، كما لاعبين، كرة القدم. بالرغم من انه هو يعني عبر في نهاية اللقاء راح نسمعوه ان شاء الله في البرنامج، وقال انه مستعد يرجع باش يعاون البلاد، ماشي يرجع جا باش عنده يقعد هنا. 3 سنين عنده جمعية في غردايا للكشف المبكر عن السرطان. دباه كان طبيب. صحيح صحيح، وصار المرحوم صالح مرغوب اظن. لا. لكن هو قلت لك عنده استعداد باش يجي يقدم الخبره تاعو يعاون، ولهذا ربما الكفاءات، حنا لما نتكلموا على الكفاءات الجزائريه، الكفاءات تانيك لازم نتهلاو فيها، لازم نوفروا لها الامكانيات.
يعني اقل شيء. ايه كنت كان امكانيات ماشي غير في الطب، في لي ماتيماتيك، في لا فيزيك، في لي سيونس سوسيال اكسيتيرا، بيان سور كان الكفاءات، مي ما يعاونوهمش. سيدي حاج يعمجوهم يعرقلوا عليهم باش يحاوزوهم، فوالا باش يقعدوا هما هادو لي ميديوك اللي يحكموا في البلاد، هذا ما كان. سيدة حميدة، يعني كما قلتي في بداية البرنامج، ملي كنتوا انتوما كجمعيات ترافعوا ويعني وتكافحوا وتناضلوا من اجل يعني أدوية جديدة، أدوية اللي تساهم في شفاء المرضى، الآن راكم تتكلموا على أمور بسيطة غير متوفرة في الوقت اللي العالم راه يعني يتطور وراه طفرة كبيرة. نعم، طفرة كبيرة في التطور، وهذا الشيء اللي يساهم في نسبة الحياة، ارتفاع نسبة الحياة والنجاة عند المرضى. طبعا كما قال البروفيسور بوزيد، لما نتكلموا نقولوا أدوية جديدة، يعني احنا عندنا قائمة ربما عندها 6 سنوات احنا رانا نطالبوا بها، يعني جديدة نقولوها بتحفظ يعني بين قوسين، يعني عندها 6 سنوات كان هنالك يعني عدة أدوية قائمة فيها 33 دواء، يعني كانوا سجلت هذه الأدوية، يعني لا ايتي انريجستري، سجلت وكانت راح يعني وزير الصحة كان راح يجيبها، ليس الوزير الصحة الحالي، يعني الوزير الصحة السابق كان راح يجيبوها، بعد حدث مشكل وبعد عاودوا حطوها، وبعد الوزير الصحة الحالي يعني حتى رحنا شفناه يعني في بداية لما جاء وكل شيء، يعني بداية العهد تاعو رحنا شفناه على هذه الأدوية، قلنا كاين بزاف مرضى مساكن مصابين بداء سرطان ينتظرون، يعتبر هذا أمل عندهم، راهم ينتظرون ما عندهمش يعني دواء آخر، راهم يستناو هذه الأدوية يعني باش تفرج من يعني أدرج لوزارة الصحة وباش يخرجوا يجيبوها. يعني كان وعدنا حتى انه ليس وعدنا احنا يعني هكا سريا، ولكن كان حتى قالها امام المجلس الشعبي الوطني، كان قالها امام الصحافه في ندوه صحفيه، وين قال انه يوجد قائمه وهذيك الادويه راح نشرو، يعني كانت كبشره لينا احنا يعني ممثلين تاع المرضى، وقلنا الحمد لله تاتي، ولكن الى يومنا هذا لم ترى القائمه النور، ولا دواء من القائمه لم يدخل بعد الى الجزائر، وكان عده مرضى وعد العديد من المرضى اللي كانوا ينتظروا، حتى ان نعرف انا وحده قسما بالله كانت مصابه بسرطان الثدي، كانت تقريبا كل يوم تكلمني المراه وتقول لي مدام سيلفو بلي جو نفو با مورير، مانيش حابه نموت، وقتاش تجيبوا لنا الدواء مانيش حابه نموت، حتى ولات شغل سيتي اون تورتور ليا، يعني نقولها علاش تكلمي لينا كل يوم، حتى راسلنا الوزاره وتكلمنا في كل مناسبات، بروفيسور بوزيد في عده مناسبات يعني ندد بذلك وتكلم عليها، ولكن الى يومنا الحالي لم ترى القائمه، هذه القائمه تاع الادويه الجديده لم ترى النور، رغم انها سجلت يعني لايتي اونغوجيستري وكل شيء، ولكن لم ترى النور. هذه فقط سيدتي تكلمنا على بعض النقاط السوداء يعني في التكفل، تكلمنا على المشكل الجراحه اللي ما فيش المكملات تاعو باش نديروه بطريقه صحيحه، تكلمنا على غياب او نقص الادويه اللي ما نخليناش نديروا العلاج الكيميائي، تكلمنا على العلاج الاشعاعي، وكذلك كاين نقطه مهمه جدا ما تطرقنا لهاش، مهمه جدا وتعتبر كذلك مشكل كبير جدا اثقل يعني كاهل المرضى المصابين بداء السرطان، هو ما يسمى بالعلاجات التلطيفيه معناتها لي سوان بالياتيف، لي سوان سوبور لي سوان بالياتيف، خاصه في مرحله للاسف ما يسمى يعني لا فين دفي، وين مثلا المصاب بداء السرطان ينتشر عنده المرض، تستعصى الحاله خاصه مع هذا التكفل، تكون حاله مستعصيه، ما عندناش يعني خلاص ما نقدروا نديروا له جراحه، ما راح نقدروا نديروا له علاج كيميائي، ما راح نديروا له علاج اشعاعي، معناتها لازم نتكفلوا به العلاج يعني تاع السطر يعني الالم، يعني امور كثيره في هذه الحاله. صدقيني الى يومنا الحالي مع قلنا ان بلان كونسير من دار 2015 2019 وين كان من بين المحاور تاعو المهمه هو هذا العلاج التلطيفي، الى يومنا هذا على المستوى الوطني لا يوجد ولا مركز واحد من اجل لي سوان بالياتيف، من اجل هذه العلاجات التلطيفيه. واش ولينا نديروا؟ المريض كي يلحق هذه الحاله نروحوا للاهل تاعو نقولوا له الدو ادعي له ربي، ندعوا له ربي، احنا من الاول ندعوا ربي دائما، ندعوا ربي من قبل من الاخر في الصحه في العافيه ندعوا ربي سبحانه، ولكن هنا رانا نسحقوا علاج، نسحقوا تكفل، ندعوا له ربي هذاك امر خاص، ولكن كل يعرف معدل المعيشي والطريقه يعني اللي تعيش بها العائلات الجزائريه، هل يعني كاين عائله جزائريه تقدر تكفل بالمريض مصاب بتاع السرطان خاصه في هذه المرحله يولي عباره عن مريض ثقيل، يدوفيا ان مالاد لوغ، علاش؟ يولي يحتاج امور كثيره، يولي مسكين ما يقدرش يتنفس مليح لازم نعاونوه بالجهاز التنفسي، يولي مسكين عنده الم كبير يحتاج الى ادويه تاع الالم اللي ما راهيش موجوده في بعض الصيدليات وبثمن كبير وباهظ جدا واني با رومبورسي،
عندنا مثلا يولي هذا المريض ما يقدرش ياكل، لازم له دي كومبليمون باش ياكل بيهم. عندنا لما نتكلموا على بعض هذا المكملات الغذائيه، عبالك هذا المكمل الغذائي قرعه واحده تسوى 95000، ماشي ما يترمبورساش فقط، ولكن للاسف هذا اللي كلاسي كيما باغ اكزومبل لي بواسون تونيك، معناتها كيما ريد بول ولا هذا الدواء هو بالنسبه لهم منشط. هل هذا منشط؟ حنا رانا ندوه مكمل لمريض مصاب بداء السرطان ما يقدرش ياكل، انت تصنفوا على انه عباره عن دواء مشروب مكمل كيما مشروبات اخرى ما يترمبورساش، ما باش كل يقدر يشري ب 95000 على الاقل ياكل ثلاث خطرات مسكين باش يقوت روحه، شكون راح يشريها؟ امبوسيبل ما يقدرش المريض. اذا راح يحتاج باش ياكل، قلنا الالم كاين بعض مثلا يولوا لي كوش، لازم يدير لي كوش باسكو ما يقدرش يقول يروح يدير الصرف تاعو بطريقه عاديه، يولي يرقد يولي عنده لي زيسكار، معناتها ايل دوفيان لوغ وين لازم له تكفل خاص وعلاج خاص، ولكن هنا ما كان حتى حاجه نرميوه للعائله تاعو. واش نرميوه بشواش باش يموت عند العائله تاعو. في الاخير نحن نعطيكم كلمه لكل واحد. بروفيسور صايب، في الاخير واش هي الرساله تاعك؟ انت متخصص في 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 في, في العلاج، متخصص في العمليات الجراحيه، وفي النهايه واش هي الرساله تاعك اللي توجهها ربما للسلطات من اجل معناتها التكفل احسن في ظروف طبيعيه لهؤلاء المرضى؟ شكرا على هذا السؤال، سؤال هام جدا. أنا الرسالة اللي نوجهها هي التدخل بصفة عقلانية وبصفة فعالة، التضامن الاجتماعي، لاكناس داكوغ، لازم ما لازمش كي نجيبو دون دي بلاطو كل شيء شباب، لغة الأرقام لغة الخشب، لازم تتدخل بصفة فعالة لا رياليتي دو تيران. علاش؟ كيما درنا للجراحه تاع القلب والاوعيه الشيروجي كارديو فاسكولير، كيما درنا لي زاكوشمون بور لي مالاد اتان دو كانسير، بالنسبه ليا سي لا بريوريتي. والسبب غير مفهوم، يعني غير مفهوم السبب، غير منطقي، كي تدخل يدخل الضمان الاجتماعي يوغا اون كومبليمونتاريتي بين القطاعين الخاص والعمومي. صحيح، بزاف حوايج راح تتغير، ربما تتغير ان شاء الله. بروفيسور بوزيد، قبل ما نعطيك الكلمه حبيت انا نسالك سؤال، انه بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذه الوضعيه اللي انت تعرفها جيدا حول سياسه علاج مرض السرطان في الجزائر، ربما السؤال نقول لك، هل يعني فقدت الامل في انه تكون هناك استجابه؟ لا، ما نفقدش الامل. لو كان نفقد الامل كنت نفقده عند 50 سنه كي بديت جمعيه الامل. كي بديت نخدم. لا، واش غدوه عندنا اجتماع مع الاستاذ زيتوني باش نسجيو لو بلان، لو دوزيام بلان كونسير. هي كان من المفروض يكون معنا، ولكنه نديرو تقييم. كنا باش نديرو العام اللي فات في افريل، ومن بعد كي جا الوباء كلش حبس. دونك غدوة عندنا اجتماع الأول على سرطان كولون ريكتوم، ومن بعد سرطان الثدي، نديرو التقييم تاع واش خدمنا، ونسجيو لو دوزيام بلان كونسير 2021-2026. إن شاء الله الأمور تتحسن من هذاك الوقت. إن شاء الله تكون هناك اقتراحات ميدانية، ما يكونش فقط كلام مثل كل مرة، يكون كلام وفقط، لازم تكون أمور ميدانية تتحقق في الميدان على الأرض. وراح اكيد سيده حميده حتتبع هذه الخطوات. الله، دائما هذا احنا هذا ما نطالبوا به. احنا رانا نمثلوا المرضى، رانا موجودين في الميدان منذ ازيد من 24 سنه، يعني من 27 سنه، يعني الجمعيه راهي موجوده في الميدان منذ 94، يعني 27 سنه في الميدان، انا اللي راني موجوده منذ 24 سنه. يعني العمل تاعنا هذا، يعني كنا نشوفوا التطور، رانا نعملوا، يعني كنا ربما نشوفوا من بعيد، نعاونوا من بعيد، لان رانا شركاء، معناتها حتى اننا نقترح حلول، حتى اننا يعني نساعدوا من اجل رانا نقوموا، احنا اللي رانا نقوموا بكل هذه الحملات التوعويه، حملات يعني نقول احنا يعني المجتمع المدني، يعني الجمعيات، يعني هذه الحملات التوعويه، التشخيص، حملات التشخيص المبكر، يعني نعاونوا اننا نساهموا من اجل يعني بلوغ هذه الدرجه تاع الوعي عند المواطن الجزائري بصفه عامه، وباش يكون تكفل انجع، ويكون يعني نكتشفوا في مراحل مبكره لهذا المرض، لانه يعني كل حاجه تتغير اذا كان الكشف
اذا كان الكشف مبكر. والان ولينا ما نقولوش فقط الكشف المبكر، لانه بعض السرطانات يمكن اننا نتجنب اطلاقا الاصابه منها، من سرطان عنق الرحم للكل، يعني عند المراه سرطان، حتى سرطان الكولون اللي راهو يعتبر اليوم هو اول سرطان، هو سرطان يمكن اننا نتجنب الاصابه منه، لانه يعني بعد ما تظهر يعني هذا البوليب هذاك باش يتحول الى سرطان على الاقل 9 سنوات، يعني كان يكون عندنا هذا الوعي وهذه الثقافه الصحيه عند المواطنين كل شيء راح يتغير. اليوم نتكلم على التغير، اليوم قلنا التغيير في كل شيء، لابد كذلك التغيير يكون حتى في طريقة التكفل بالمرضى المصابين بداء سرطان. اليوم يجب يعني أن يصغيوا يعني إلى الممثلين المرضى، إلى المرضى المصابين بداء سرطان، ويعملوا من أجل تغيير هذا الواقع المرير اليوم، لأن الإمكانيات موجودة، الدولة يعني وضعت كل إمكانيات اللازمة، يجب برك نديروا سياسة رشيدة، يعني تسيير منتظم، تسيير مليح، يعني يكون من أهل يعني. لا، والأهم من كل هذا لازم نمروا للتطبيق، ما نبقاوش غير نتكلموا، لانه سنوات كبيره وبحال لازم تطبيق، لازم تطبيق مرضى السرطان يعاونوا يعانيوا من نفس المشاكل. طبعا طبعا قلنا شوف احنا الحاله شيء اكيد انه الحاله اللي رانا لتسير بها طريقه التكفل بالمرضى المصابين بداء سرطان لا يعني ما عندهاش اي علاقه مع طريقه او سياسه نعالجوا بها امر أولوية يعني. وكان رئيس الجمهورية قلت صنف، قال على السرطان هو أولوية. هل هكذا نتعامل مع الأولوية؟ هل هكذا يتم التكفل بالأولوية؟ أبدا. إذا اليوم لازم نديروا السياسة اللازمة من أجل تغيير هذا الواقع المريض. سيدة حميدة كتاب، رئيسة جمعية أمل لمرضى السرطان، شكرا جزيلا لك. وأشكر كذلك بروفيسور بوزيد كمال، رئيس مصلحة الأمراض السرطانية بمركز مكافحة السرطان بيير إيماري كوري. أيضا شكر موصول إلى بروفيسور صايب طارق، المتخصص في الجراحة العامة والسرطانية. شكرا لكم جميعا على المشاركة وعلى كل هذه الإيضاحات ضمن هذا البرنامج. قبل أن يعني ينتهي البرنامج، أدعوكم لمتابعة هذا الحوار كاملا لواحد يعني من الكفاءات الجزائرية اللي موجودة في الخارج، واللي يعني تساهم بشكل كبير جدا في إيجاد حلول واكتشافات جديدة لمرضى السرطان. نتابعوا هذا الحوار كاملا، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. بروفيسور، ماذا لو تشرح لنا حقيقة هذا الاكتشاف؟ وهذا الاكتشاف اكتشاف اللي درناه على الخلايا تاع المناعة. هذا احنا عندنا الجسم تاعنا كيكون فيه خلية سرطانية، الجهاز المناعي تاعنا واش يدير؟ يصيبها ومن بعد يقتل هذيك الخليه المناعيه، الخليه السرطانيه. واش صبنا باللي في الاماكن الجوفيه لي كافيتي سيروز، الخلايا المناعيه هذه ما تقتلش مليح، وحوسنا نفهموا علاش. وكي جينا نفهموا علاش، لقينا باللي كاينه خليه مناعيه اخرى مضاده للخليه المناعيه القاتله. دونك اون فيت الخليه اللي تقتل كاينه الخليه اخرى اللي تبلوكيها، دونك سبناهم هادو. يعني كانت في الاول فرضيه، ومن بعد جربنا نفهموا كيفاش هذه تمشي، وكيف فهمنا هذا الميكانيزم هذا، فهمنا من بعد حوسنا كيفاش نحبسوا هذيك الخلايا اللي تمنع الخليه القاتلة بقتل السرطان. يعني الخلايا القاتلة للسرطان، يعني الخلايا التي تقاوم السرطان وتقتله، هناك خلايا أخرى تمنع عمل هذه الخلايا. طبعا أكيد هذا هو، وهو يعني في الجسم تاعنا هذه الخلايا نحتاجوهم. وعلاش نحتاجو هذه الخلايا؟ هي هذه الخلايا تحمينا من لوتو ايمونيتي، يعني لما يكون الجهاز المناعه تاعنا ياتاكي الجسم تاعنا، مثل كي يكون فيه الديابيت تيب ا مثلا، يكون من اجل هذا لوتو ايمونيتي. اذا هذه خلايا اللي الجسم تاعنا يحتاجها، ولكن السرطان ياخذها وطاج ويستعملها باش يحمي نفسه من القتل بجهاز المناعي.
وهذا الاكتشاف للعلاج يخص نوع واحد من السرطانات، هي السرطانات الغائرة، يعني باش نبسطوا المفهوم، المنتشرة، ميتاستاز، ماشي كل أنواع السرطان، هي يعني تقاوم نوع واحد. هي ماشي، نزيد لك، ماشي غير تقاوم نوع واحد، تقاوم لي ميتاستاز اللي يروحوا في لي كافيتي سيروز، يعني ماشي كاع لي ميتاستاز، نوع من لي ميتاستاز. اوكي، اذا خاطرش لازم نفهموا حاجة باللي سرطان عدة سرطانات، ماشي سرطان واحد، وكي نصيبوا حل نوعية من السرطان ما معناش تبدا حل لكل السرطانات. هذا الاكتشاف كلفكم سنوات من البحوث، تقدر باختصار تقولنا وش هي، يعني شحال من سنة وأنتم تبحثون وأنت على رأس فريق في هذا المركز العالمي للبحوث في العلاج، علاج السرطانات، أنت ترأس هذا الفريق اللي يتكون من 40 باحث، 40 طبيب متخصص. وهذا الاكتشاف كما قلت كلفكم سنوات من البحث، من العمل المتواصل، من الجهود. يعني لو تختصر لنا من فضلك بروفيسور هذا التجربه. هو درك الاكتشافات لازم نكونوا واعيين باللي مش عمل شخص واحد، يكون فيه عمل جماعي، فيه تداول، فيه نقاشات، فيه ولمن نصيبوا مشكله، ولا يعني كي يكون في هذه التبادلات والحوارات على مشاكل طبيه ومشاكل علميه، يكون في هذا التبادل التفكر، ومن بعد يكون فيه تساؤلات، ولما نتساءلوا نقولوا ولو كان واحد يلقى هذاك الحل كيفاش، الى اخره الى اخره. يعني عده تساؤلات، عده اجوبه، عده تجارب. بعد هذه التجارب بعد سنوات نصل إلى حل من الحلول، ولا نفكر شوية يكون هذا البحث خدا ربح من 4 إلى 5 سنوات من العمل لجماعة من الباحثين. يعني مش كل الباحثين اللي اشتغلوا في هذا البحث من الطاقم تاعنا، الطاقم تاعنا فيه 3 ولا 4 كانوا يخدموا فيه. وبعد كي يكون عندنا تساؤل، ولا كي لما نحتاجوا اختصاص نتصلوا بالمختص في نقطة معينة، ونستعينوا بالباحث هذاك في تلك النقطة المعينة. والباحث هذاك ماشي في ميموريال سلون كاترين كانسر سنتر، يقدر يكون في مركز آخر، ونستعينوا بالخبرة تاع هذاك لو شيرشور. إذن دركا نمت البحث، دركا ماشي كما نشوفه في الكتابات ولا في القصص، باحث في الشوكة نتاعو يخدم وحده نهار كامل، لا يعني يخدم وحده، ولكن لازم يكون فيه تبادل، دي كولابوراسيون، دي ترافاي ديكيب. مستحيل واحد يخدم وحده دركا، لأنه كل واحد عنده اختصاص معين اللي لازم نستعملوه. هو الفن هو أخذ كل الاختصاصات وتنسجمهم مع بعض للجواب على سؤال معين. بروفيسور طه مرغوب، يعني أنتم في هذا الاكتشاف اجتزتم المرحلة الأولى، والآن اجتزتم المرحلة الثانية اللي هي تجريب هذا الاكتشاف على الحيوانات، على الفئران، ونجحت على الفئران. الآن كم يلزمكم من الوقت للمرور إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي التوصل لصناعة الدواء؟ يدرك باش نجاوب على السؤال هذا لازم نبسط، والخطر كي يكون واحد يبسط هو مش كذب، لكن عدم تشخيص حقيقي للأشياء. إذا لازم كونوا حاضرين، لكن راح نبسط. هو درك لما توصلوا لواحد الجماعه يتوصلوا على جواب كما هذا، يجربوه في الكونفرديه، يجربوه في الحيوانات باش يتبتوا باللي كاينه منها. من بعد ذلك واش لازم نديروا؟ لازم
عندنا لا موليكول هذا اللي نقدر نستعملوها في الفأر، لازم نجيب نفس الشيء اللي نستعملوها عند الإنسان، لازم نصبوها هذاك عمل يقدر يستخرج 2 3 سنوات، وبعد ذلك لازم تصيب شركات ولا اللي يخدموا معاك واللي يأمنوا بالمشروع باش ياخذوا هذيك الدواء الجديد الى المريض، ويديروا واش يقولوا لهم لي زيسي كلينيك دو فاز 1 باش ينتبهوا بلي هذاك الدواء ما يضرش المريض، ومن بعد يديروا لي زيسي كلينيك دو فاز 2 ومن بعد لي زيسي كلينيك دو فاز 3، يعني عدة مراحل. وفي لي زيسي كلينيك دو فاز 3 يجربوا على عدة لي حالات. كونسيغو لي مالاد اللي عندهم هذا المرض، ومن بعد الا شافوا بلي كاين نتيجه تكون احسن من الدواء الحالي اللي نستعملوه، اذا هذا الدواء يكون مقبول كدواء يستعمل في لسرطان معين. طيب يعني الان لو نسالك انا مثلا، ما مدى نجاح هذا الاكتشاف على الإنسان؟ هل يعني يكون عندك جواب مقنع، جواب نهائي، أم أنه ما عندكش جواب؟ هي نجحت الآن، تجاوزت المرحلة الأولى تاع الاكتشاف، المرحلة الثانية تاع تجريب هذا الاكتشاف على الفئران، وعادة يعني عندما تنجح على الفئران في الكثير من الأحيان يعني تنجح على الإنسان، ولكن فيما يتعلق بهذا الاكتشاف، هذا الدواء عندما يصبح دواء، هل سينجح ذلك على الإنسان؟ هي فيها طبعا، انا درك كي تساليني على هذا الدواء رايح ينجح على الانسان، نقول لك طبعا ينجح على الانسان، لانه انا اللي اكتشفته مع الطاقم تاعي. لكن كاين عده ادويه صابوهم فهموهم وما راحوش للاستعمال عند الانسان، لكن كاين عده عوامل، كاين عوامل علميه وكاين عوامل اقتصاديه. يعني تفصل لنا هذا الجانب. والجانب الاقتصادي هو يجب ان تجد شركات بيك فارما لي يكونوا يفكروا باللي هذا الدواء فيه يعني رجع الرجوع سور لانفستيسمون، منفعه اقتصاديه اقتصاديا، خاطرش ما نقدروش نطلبوا من شركه اللي تكون معتمدة على الربح تدير عمل تاع لا شاريتي، يعني عمل يعني إنساني في سبيل الله. إذا هذه كل هذه العوامل، هناك عوامل علمية وعوامل اقتصادية اللي رايحة يعني تجعل دواء ناجح أو دواء غير ناجح. نعم بروفيسور، يعني الآن سؤال تقني، يعني اكتشفتم أنه في جسم الإنسان المصاب بالسرطان هناك خلايا مناعية مضادة للخلايا المناعية القاتلة للسرطان، عند إيقافها بأجسام مضادة هذه الخلايا القاتلة للسرطان تصبح فعالة وتقوم بعملها في محاربة هذه الخلايا السرطانية. ربما سؤال تقني، هي هذه الخلايا القاتلة للسرطان عندما تكون فعالة وتشتغل، هل ستقضي على الخلايا السرطانية نهائيا أم توقف انتشارها وتوقف نموها في جسم الإنسان؟ هي فيها عدة حالات. إذا كنا إذا أخذنا الجماعة من الناس ونزعنا الخلايا المناعية اللي تقتل السرطان، هي الخلايا المناعية اللي تقتل في السرطان هي على نمط الخلايا المناعية اللي تقتل الفيروسات ولا تقتل الكوفيد ولا تقتل أي حاجة. إلى نحينا هذه الخلايا، نسبة السرطان في جسم إنسان واحد يكون أكثر. إذن هذه الخلايا المناعيه راهي دائما راهي تعس كيما لابوليس، راهي تعس في السرطان، كي يخرج تعاود تنحيه.
إذن في أغلب الأحيان هذه الخلايا في البداية، هذه الخلايا المناعية تقتل الخلية السرطانية تماما، لكن في بعض الأحيان يكون فيه توازن بين النمو السرطاني ووجود الخلايا المناعية التي تقتل في السرطان. فالسرطان ما ينجحش والخلايا هذيك فقط تتعس فيه باش ما يكبرش. هذا مكان في أي حالات يكون هذا التوازن اللي تتكلم عليه؟ هذا التوازن يكون قبل انتشار السرطان بصفة، يعني كي نشوفوه بصفة عامة، كي نشوفوا واحد عنده الكونسير، سافدير الكونسير هذا كهرب من 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 الجهاز المناعي، يعني والعمل نتاعنا ماشي غير احنا، يعني الشيء الجديد من سنة 2011 هو انه كان فيه دواء جديد يمنع واش يدير كي تكون هذه لان الخلايا المناعية هذه تقتل من بعد تحبس من القتل، وصابوا وسائل اللي ينحوا هذاك لو بلوكاج، ودركا يوليو يقتلوا. دونك يعني نفس المبدا تاع البحث تاعكم، نفس المبدا كيفاش؟ نفس المبدا لكن نفس المبدا فقط، هنا شخصنا بنفس المبدا لكن في نفس المبدا لكن خلايا اخرى، يعني انواع اخرى من السرطانات حبيت تقول. هي انه مش انه نوع اخر من السرطان، هو لانه احنا الفرضيه نتاعنا بدات من وين؟ بدات من اللي الادويه الموجوده هذه كانت ما تمشيش مليح في بعض السرطانات، وكي جربنا نفهموا علاه الادويه هذه تمكن الخلايا السرطانيه القاتله تمكن المناعة القاتلة للخلايا السرطانية أن تقتل من جديد. وبعد صبنا نوع آخر من الخلايا الذي يمنع هذه الخلايا من القتل. هذا هو دائما نبنيه على اللي راه موجود، ما نبنيوش حاجة جديدة. هذا الدواء اللي تكلمت عليه اللي قلت لنا اكتشف في 2011 موجود، يعني يعالجوا به المرضى، موجود ومثلا في مرض الجلد اللي يقول له ميلانوما، ولا مرض البومون الكانسر دو بومون دونك كانسر، كان فيه اثار فعال، يعني لانه كثير من المرضى اللي كانوا ما عندهمش علاج اصبحوا يعالجوا بهذا الدواء. وكاين واحد الدكتور اسمه جيم أليسون ودكتور آخر اسمه هانجو من اليابان فازوا على جائزة نوبل في 2000 و إلا ما غلطتش عندها عامين اللي سابوا فازوا على جائزة نوبل من أجل اكتشاف هذا الدواء. هذا الدواء على ما أظن هو موجود. جيم أليسون هذا اكتشفوه عنده سنوات من بعد، ولا حقيقة في سنة 2011. يعني كما نشوفه كل اكتشاف يعني هو خطوة مهمة جدا في إيجاد حلول، في إيجاد علاجات ولو على مدى سنوات. يعني بعد الاكتشاف تتطلب سنوات ثم يصبح هذا الاكتشاف حقيقة ملموسة من خلال الأدوية التي تكتشف فيما بعد، ويصبح يعني فعال كما شفنا هذا الدواء تاع اللي تتكلم عليه تاع 2011 أظن هو موجود في أمريكا في الولايات المتحدة، وحتى يعني كان يعني سعره غالي جدا، يعني ليس في متناول الجميع. هذا سعره غالي جدا، وكان في الأول يحتاج اختصاص في التدوية بأدوية المناعة، لكن الآن الله أعلم حتى في الجزائر راه موجود. الآخر هذا الدواء راهم يجيبوه للبمبريزل على حسب اللي نعرف أنايا، كاين هذا
دواء موجود بالجزائر. يعني تقصد في الجزائر هو في معمم أم لا؟ لا المستشفيات؟ أعرف. لا أظن. كيف؟ هل تقصد ما موجود في سمعتكش. مستشفيات هنا في الجزائر، في المستشفيات العمومية؟ لازم نكون حذر. انا اللي نعرفه بلي كاين واحد يسموه بيمبروليزوماب يكون موجود في الجزائر، لكن هذه معلومه يجب ان تحققوا علينا. ما رانيش متحقق على هذه المعلومه 100%. طيب بروفيسور طه مرغوب، أنت جزائري ابن مدينة غردايا الأصيلة، درست في باب الزوار وكنت ضمن الأوائل اللي تخرجوا من جامعة باريس 7، حيث تحصلت على الدكتوراه في علم الوراثة، وتم اختيارك عن طريق الاسم، يعني كي اختاروك من هذا المركز الشهير في هو عالمي للبحث في علم الوراثة، واختاروك بالاسم ضمن مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين اللي اختاروهم من أجل البحوث، إجراء بحوث لإيجاد علاجات لهذا المرض القاتل الذي يقتل الملايين عبر العالم. هذا ربما يعطينا صورة على سياسة دعم البحوث ويعني البحوث المستمرة وإعطاء أهمية كبيرة لهذا المجال في الغرب، نتكلم على الولايات المتحدة أو يعني مناطق أخرى من العالم. لو تتكلمنا حول هذه النقطة بالتحديد. هي فيه دعم حقيقة. لما جيت هنا على الولايات المتحدة كنت مبهر بالدعم اللي يمدوه للبحث العلمي في كل المجالات، ونظن أن هذا الدعم هو سبب من أسباب قوة الولايات المتحدة، لأن لما يتمكن واحد من ليزافونسي تكنولوجيك سواء في الطب أو في المجالات الأخرى يكون قوة يعني. وطبعا كل شيء اللي يكون يدور حول هذا تلك الاكتشافات يكون ينمي ثروة، وخاصة في العلم والتعليم، لأنه اللي يكون عنده الاحتكاك بالعلماء الذين يعملون هذه البحوث فرصة للتعلم، وفرصة باش يكون واحد يعني عنده خبرة كبيرة في مجال معين من العلم. نشوفه مثلا في عدة أفعال، نشوفه في الطب، نشوفه في التكنولوجي، مثل استعمال الذكاء الانتليجنس ارتيفيسيال الى اخره. نشوفوا بلي كاين تطور كبير في هذه البلاد، والدعم يكون في عده من عده نواحي. كاين الدعم اللي يكون من الدوله، كاين الدعم يكون من الناس اللي يسموه فيلانتروبي. هنا كاين بزاف الناس اللي يدعموا البحث، نفس الشيء مثل كي تبدو دراهم المساجد في الجزائر والمشروع خيري، هنا كان اللي مد دراهم لمشروع خيري لا وهو البحث العلمي. وهذه عندي الأسهم اللي يمدوها للبحث العلمي أسهم كبيرة جدا. وكاين تاني لونتربريز بريفي، دونك الشركات اللي يمدوا الدعم للبحث العلمي. بصح هذا طبعا هذا الدعم يكون دعم ما خاطرش راهم يستناو رجع تاع الفائده من هذاك الدعم. نعم. بروفيسور طه مرغوب، عندك يعني بحوث أخرى واكتشافات أخرى في مجال علاج أنواع أخرى من السرطان، لو تتكلم لنا عليها.
هي الهدف تاع الطاقم تاعنا تاع اللي يعمل البحث في رانا نديرو بحث في هذا المجال. ندير البحث أكثر من 20 سنة، وفي خلال المشوار هذا تاع 20 سنة طبعا كاين واحد الكلام يقولوه في المجال تاعنا، يقول لك publish or perish، يعني إذا ما كنتش تقدر تنتج منتوج علمي ما عندكش مستقبل، أو يعني هذه هي perish. perish يعني on va disparaître يعني. إذا في هذا المشوار لازم يتحتم عليك طبعا حاجة اللي احنا نحب نديرو اكتشافات، لكن كاين تحفيز، والتحفيز هو لازم تعمل اكتشافات. مستحيل تكون دون ان بوست دو ريشيرش هنايا وما ديرش الاكتشافات وما عندكش دي بوبليكاسيون في المجال تاعك تاع البحث. دونك البحوث عندنا في المركز تاعي حول لو فاكسان، لي فاكسان تاع كونتر لو كانسير. كنا نفهم خاطرش العمل تاعي يدور حول كيفاش نفهموا دور جهاز المناعة في قتل أي مرض السرطان. إذا كنا نعملوا في هذا الميدان باش نصيبوا وسائل باش نعطوا دي فاكسان اللي يمكنوا من الجسم تاعنا يروح يأتاكي واحد السرطان معين. والميدان الآخر تاع البحث هو نفهموا كيفاش الخلايا المضادة اللي الخلايا القاتلة للسرطان تخدم. دونك هذا اللي قدمته واحد من البحوث. كان عندي واحد بحث اللي طبعناه عنده مدة شهرين ولا 3 أشهر في فيفري، نفهموا كيفاش الخلايا السرطانية، لأن الخلايا السرطانية تستعمل جلوكوز باش تعيش. وكي تكون في لا تيومور هذيك كنت فيه منافسة للمواد الغذائية بين الخلايا السرطانية والخلايا المناعية. إذا صبنا وسائل اللي نبلوكي ولا نمنعوا الخلايا السرطانية من استعمال المواد الغذائية في لاتيومور، ونمكنوا من الخلايا المناعية أنها تستعمل هذه المواد الغذائية باش تقتل الخلايا السرطانية. هذا بحث من بحوث اللي طبعناه في اللي نشرناه في نيتشر، وهي أحد أبرز المجلات في البحث العلمي في عالميا يعني. بروفيسور، هو هذه البحوث يعني مهمة جدا، راح يعني تحدث ثورة في عالم علاج أمراض السرطان. هذه البحوث يعني هل تجسدت بعضها عمليا، تجسدت يعني من خلال الأدوية التي الآن تستعمل لمجابهة هذا المرض الخبيث؟ هل هناك أمور فيها دركا اللي نتفكر كان نتفكر من ضمن البحوث اللي كان فيها أثر نقول أكبر في ونقدروا نجسدوه في الميدان الطبي، كان فهم وجود الطفرات دي ميوتاسيون في الخلايا السرطانية ودورها في مناعة في المناعة أو في استعمال المناعة لقتل مرض السرطان. قبل 2014 كانوا الناس يظنوا بلي هذه المناعة تقتل كل السرطانات. من ضمن الاكتشافات التي عملناها هو اكتشفنا أن
الخلايا السرطانية التي فيها الطفرات في أكبر عدد هي الخلايا السرطانية التي تقتل أكثر من طرف جهاز المناعة. هذا حاجة ولينا نستعملوه في ميدان الكونسير لي pour prévoir باش نعرفوا شكون اللي رايح يجاوب للمرض للجهاز المناعه، الادويه اللي يستعملوا جهاز المناعه واللي ما يستعملوا جهاز المناعه. هذا واحد. فيه دواء اخر اللي راه اون فاز ديسي كلينيك، يستعمل فيروسات. هذه الفيروسات نحطوها في الكونسير بداته، وهذه الفيروسات تقتل الخلايا السرطانية وفي نفس الوقت تكون مناعة ضد السرطان. هذا العمل في نسي كلينيك في الوقت الحالي، تجارب يعني تجارب سريرية، تجارب عند الإنسان. وكان عمل آخر اللي هو في فهم بعض الموليكول اللي يقووا جهاز الخلايا المناعية القاتلة، وراهم كودو تخاباني. هذا يعني بصح لازم نفهموا باللي الاكتشافات مش مثل كما نتصوروها، اكتشاف واحد هو الذي سوف يغير كل شيء. لا، هي الاكتشافات اكتشافات صغيرة، والاكتشافات كنحطوها مع بعض هي اللي تكون مع الوقت تقدم في أكيد. علاج السرطان أو في ميادين أخرى علاج آخر. أكيد، كل اكتشاف هو خطوة كبيرة جدا في سبيل يعني اكتشاف العلاجات اللازمة لكل هذه الأنواع تاع السرطانات. الشيء اللي ذكرته بالإضافة إلى الشيء اللي ذكرته بروفيسور، هناك كما قلت اكتشافات أخرى، سواء هي في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة، كما هذا الاكتشاف الأخير اللي ينتظر أن يمر إلى المرحلة الثالثة إن شاء الله بعد سنوات من العمل والمجهودات المتواصلة. نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. قبل ذلك، هذا الحوار اللي راني نسجل فيه معك بروفيسور يدخل ضمن برنامج خصصته لمناقشة سياسة علاج مرض السرطان في الجزائر. راح يكون معايا في الاستوديو يعني دكاترة كبار مثل بروفيسور بوزيد، أظنك تعرفه، مثل بروفيسور صايب، وهناك جمعيات كذلك، جمعيات يعني لمكافحة السرطان. نتكلموا على سياسة علاج السرطان في الجزائر، وش هي نقائصها، وش هي سلبياتها، وش هي إيجابياتها، وكيف يجب أن نرتقي بهذه السياسة ومحاربة كل هذه الأمور السلبية وهذه النقائص اللي تتسبب في خسائر كبيرة. يعني لما نشوفوا احنا عدد يعني الناس اللي يموتوا بالسرطان في الجزائر مقارنة بدول أخرى، يعني النسبة كبيرة. فقط بروفيسور، أنت متواجد منذ سنوات في الخارج لكنك جزائري، درست في الجزائر، وأكيد تعرف الوضع العام حول سياسة علاج هذا المرض في الجزائر. وش تقدر تقول لنا يعني، وش هي ملاحظاتك وكيف تعلق على هذه السياسة؟ إذن كما قلت أنا جزائري، راني عايش في الخارج ولكن قلبك وروحك في الجزائر. وقلبي دائما في الجزائر، ودائما نتمنى الجزائر والعائلة تاعي في الجزائر. كي نقول العائلة مش أمي وأختي، يعني العائلة بصفة عامة الجزائر. دائما نتمنى نجيب حاجة للجزائر ونتبادل الخبرة واللي نتعلموه هنايا وندوه للجزائر. عندي بزاف يعني في عبر السنوات دائما جربت نقعد دائما مترابط بالجزائر، وكي يكون عندي حاجة ولا خبرة
نجرب نجيبها للجزائر. عندي راني مشترك في عدة برامج، في جمعيات، في منظمات، ونجربوا نجيبوا الخبرة من الخارج إلى الجزائر، ونجربوا ثاني أخذ الخبرة. مش غير تجيب الخبرة من خارج الجزائر، هو تبادل. أنا نتعلم من الجزائر في الجزائر، والجزائر اللي الجزائري اللي في الجزائر يتعلم مني. إذا جربنا نشتغل مع الجزائريين، إخواني في الجزائر، ونظمنا جامعات صيفية. الجامعات الصيفية هذو درناهم في باب الزوار، درناهم في باتنا، والهدف الآخر كان نديرها في وهران، لكن الكوفيد ما خلاناش نديرهم. درناهم أونلاين، درناهم على عبر الزوم. هذه السنة راح نديروا جامعة صيفية أخرى على عبر الزوم، والهدف تاع هذه الجامعات الصيفية هو تنمية الطاقة البشرية. إذا راني نجاوب على سؤالك يعني كيفاش أنايا نساهم في الإعانة للحلول اللي نحتاجوها في الجزائر. ما رانيش رايح نجيب الحل أنا لوحدي، راني برك نساهم مساهمة صغيرة جدا. إذا تنمية الطاقة البشرية كيفاش؟ نتلاقاو مع لي ستوديون، نهضرو معاهم، في دي زيشونج، لكن خلال أسبوع. واش تقري في خلال أسبوع؟ ما كان والو. لكن لي زيشونج اللي يكونوا، العلاقات اللي تكونوا في على مدى السنة، يكون فيه تبادلات بين عدة أطراف. واللي شفتوه هو كونا علاقات بين الجزائريين اللي في الجزائر، وبين الجزائريين بين الخارج وداخل الوطن. والحمد لله صافي نيكيب، صافي ريزو، اللي نظن يقدر يساهم في هذه التنمية. لكن حسب رأيك، إلى رجعنا درك واش قلتي لي، واش اللي خاص في الجزائر؟ أنا يعني أين يكمن الخلل؟ أين يكمن الخطأ؟ أين يكمن المشكلة؟ وين على حسب رأيك أنت، أنت متخصص وجزائري وتعرف واش كاين في الجزائر، أين يكمن المشكل؟ وين راه الخلل؟ هذا سؤال صعب جدا. بدون انا درك نحكي لك رايي، لكن جي با في ميتود، ما عملش دراسه للجزائر افيك دي دوني افيك دي ستاتستيك، ولكن على حسب التجربه الصغيره اللي عندي، هناك لازم فور لا فورماسيون، سي لا اون بارل الطاقه البشريه. ما نقدروش نقولوا رايحين نحلوا دي سنتر انتي كانسير وما نكونوش الناس قبل ما ندوهم لي سنتر انتي كانسير. لازم يكون فيه ان سويفي او نيفو تكنيك بالنسبه لل ماشين اللي نجيبوهم، ميم نجيب دي ماشين اخر طراز، لازم يكون فيه ناس اللي يقدروا يستعملوا لي ماشين هذوك، لازم يقدروا يصلحوهم كيف يزو، لازم يكون امكانيات باش تجيب لي بياس. هذا هو خلل الآخر. ولازم يكون فيه برنامج اللي يكون رياليست، يعني مستحيل تأخذ شرحة بيوبسي من باسيون بعد تمد لهم لي ريزولتا شهر بعد ذلك، مستحيل. دونك لازم لي ماشين تاع الراديو ثيرابي ما يتيحوش اون بان، كي يتيحو اون بان اون لي ريبار توت سويت اكسيتيرا اكسيتيرا. و أنا عندي احترامي وتحياتي لكل من هو في التيران يخدم ويعاني الصعوبات، ومع ذلك يجرب يعاون الباسيون الجزائريين باش ما يحصلش ويصيب العلاج. نعم بروفيسور، يعني أنت عندك أمنية لإنشاء مركز دولي لعلاج السرطانات والبحث فيها في الجزائر، وراك مستعد باش حتى تشارك في إنجاح هذا المشروع. احنا نتمنى ان شاء الله باش
المسؤولين على هذا القطاع، المسؤولين على هذا البلد، يعني يشوفوا هذ العلماء الجزائريين اللي كاين في الخارج اللي برزوا في مجالات مختلفة، من بينها المجال اللي راك فيها بروفيسور، ولما لا الاستعانة بهم في 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 النهوض بكل هذ المحاور اللي رانا نتكلموا عليهم. حسب رأيك أنت، وش هي مقومات إنجاح مشروع مثل هذا اللي نتمناه إن شاء الله يكون في الجزائر؟ لما لا يعني، وإحنا نشوفوا يعني جزائريين وعلماء جزائريين مستعدين باش يساهموا، باش يعني يمدوا كل الخبرة تاعهم لبلادهم، وما راحينش يبخلوا يعني بأي شيء آخر. لكن حسب رأيك يعني مركز مثل هذا، وش هي مقومات النجاح تاعه؟ هل يمكن أن يكون في الجزائر؟ أنا أولاً قبل كل شيء نقول لك بلي راني مستعد باش نشارك في أي مبادرة لتعاون العلم ولا تعاون الطب أو البحث في الجزائر، على قدر إمكانياتي طبعاً، ماشي الحاجة اللي مستحيل. درك المغاب ولا الحلم تاعي هو أن يكون فيه مركز للعلاج في السرطان، ومركز لتكوين الطاقة البشرية في علاج السرطان، يكون ان سنتر ديكسيلونس في الجزائر. نتخيلوا كمركز وين مش باش يعالجوا كل الجزائريين يروحوا لهذاك المركز، ولكن يكون فيه العلاج المختص جديدا في هذا المركز، والناس يجوزوا على هذا المركز يتكونوا يروحوا لأماكن أخرى في الجزائر باش نحسنوا علاج مرض السرطان بالجزائر. واش لازم له؟ أنا نظن العنصر الأول هو إرادة تكوين مركز كهذا. رانا درنا أكبر لا كون مسكين اللي خدمناها، خدمنا طبعا إرادة الهدف، انه صح الهدف ماشي اكبر مركز لعلاج السرطان ويكون احسن واميز مركز لعلاج السرطان، يكون مركز للتكوين والعلاج. اذا بيان سور يفو دي مويان، لازم امكانيات مادية، لكن الإمكانيات المادية وحدها لا تكفي، لازم إمكانيات مادية ولازم إمكانيات بشرية ولازم إرادة من كل المعنيين باش يكونوا هذا المركز، وإن شاء الله واحد النهار يتكون. يعني كاين دول عربية رائدة، لما نشوفوا مصر مثلا عندها عديد المراكز لعلاج السرطان، ونشوفوها يعني متقدمة كثير. مش عارفة لا راك مطلع على الموضوع، لكن دولة مثل مصر، دولة عربية يعني عادية، ما عندهاش هذاك الإمكانيات الضخمة مثل دول أخرى أوروبية أو الولايات المتحدة أو دول أخرى، ولكنها يعني حققت خطوات كبيرة في علاج أمراض السرطان. يعني نقدروا نكون هي اللي يقولوا هذا السيكريت سورس، هو جلب الخبرات بأي وسيلة، يعني القوة هنا في التي أراها هو أنه أي خبرة يأتون بها، أي لا يرون لونها أو أصلها، المهم كان خبرة، جيب الخبرة، لازم نستعملوا هذه الخبرة ولازم ننميو العلاج في مجال معين. إذا لازم نتبعوا كيف نيويورك أصبحت نيويورك، ما كانتش نيويورك، نيويورك أصبحت نيويورك لأن الناس نيويورك جعلوها لما في المكان اللي، إذا نفس الشيء بالجزائر إن شاء الله. لما تكلمت أنت على الخبرات، يعني لو فقط نشوفوا غير الخبرات الجزائرية، أنت تعرف الأطباء الجزائريين في العالم يعني أعداد كبيرة جدا، نشوفوا فقط في فرنسا وشحال كاين في كندا في الولايات المتحدة، وكلهم هاد الأطباء والعلماء والباحثين، أنا مازال ما عرفتش واحد ما هوش مستعد لتقديم الدعم لبلاده، وهما يطلبوا وهما يتصلوا ويتواصلوا مع وزارة الصحة هنا، وهما اللي يديروا المبادرات
لكن ربما في المقابل ما كانش جدية في 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 الأخذ أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. نتمنى إن شاء الله تكون مستقبلا وإن شاء الله في قادم الأيام. في الأخير بروفيسور، أنا نظن عندك جمعية لمكافحة السرطان من خلال إجراء الفحص أو الكشف المبكر في غردايا، أليس كذلك؟ الوالد تاعي الله يرحمه كان طبيب معروف يعني عام، أو كي لما كي توفى الوالد تاعي الله يرحمه كونا جمعية يسموها لا فونداسيون صالح مرغوب بغردايا، والهدف تاع هذه الجمعية كانت وهذا لا فونداسيون صالح مرغوب تلويت، وهذه الجمعية الهدف تاعها هو يعني التبسيط ولا غمني التقريب باش نقربوا العلاج اللي ما عندوش الامكانيات الوسائل الامكانيات، بصح ماشي غير لتقريب العلاج، هو يعني واش درنا فيه، درنا فيه لا بريز دو كونسيونس، تعليم بديناها بمحاضرات تبسط العلاج اي علاج. ودركا عندنا من ضمن نشاطات هذه الجمعيه فيه نشاط لفحص تاع ديبيستاج تاع مرض السرطان، كونسير دو سان، كونسير دو كول، و لو بروغرام هذا راه الى عسي راه مشى مليح، وعندي زهر باسكو عندي طاقم، انا ما رانيش موجود في البلاد لكن عندي طاقم فعال جدا، طاقم صغير لكن فيه اراده، فيه عمل متواصل، فيه نظام، ونعرفوا دي بيرسون لي زون ايتي ديبيستي في البروغرام، و ابري لو ديبيستاج تعالجوا والحمد لله درك راهم لاباس. دونك وهذا واستعنا بكل يعني شرائح المجتمع وكل الاطباء، والجمعيه ما اشتغلتش وحدها، اشتغلت مع كاع الطاقات اللي موجوده اللي تقدر تعاون في هذا البرنامج. يعطيك الصحه بروفيسور طه مرغوب، العالم والباحث الجزائري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية من نيويورك، كنت معنا، نشكرك على كل هذه التفاصيل، ونتمنى إن شاء الله نشوفوك في الجزائر في أقرب وقت، وتجينا للأستوديو إن شاء الله نستضيفك ونزيدوا نتكلموا أكثر في هذا الموضوع وفي مجالات ربما رؤيتك لكيفية الدعم أو تقديم الدعم البحث في علاجات أنجع لهذا المرض في الجزائر. شكرا جزيلا لك طه مرغوب، كما قلت نتمنى نشوفك في الجزائر عما قريب، وإلى اللقاء. شكرا والسلام للأستاذ بوزيد اللي نشكر فضله لأنه ساهم في مشروعي التعليمي لما كنت في الجزائر. شكرا جزيلا، وشكرا ل كل الطاقم الطبي في الجزائر، وخاصة في هذه السنة الأخيرة لي بلوز بلانش تاعنا كانوا لي سولدا تاعنا اللي عاونوا كل المجتمع وخلاو لا فامي تاع تكون سالمة إن شاء الله. السلام عليكم، شكرا جزيلا.